كايدو يعلن انتصاره ضد لوفي. لوفي واقع في المية وعلى وشك الموت. اتشوبر ضد كوين والمعركة قوية ما بينهم، لكن التفوق برضو عند كوين. إلى جميع من في القلعة، في معركة السطح، كايدو ضد قبعة القش لوفي، المنتصر هو كايدو ملك الوحوش. اتشوبر قلقان وعمال يعيط، التحالف الساموراي وكلهم متذبذبين ومش عارفين يكملوا القتال ولا لا، الكلام ده هيخفض من معنويات الحلف، لا، احنا مش عارفين الكلام ده بجد ولا كده. كوين واقف قدام تشوبر وعمال يتريق عليه، بيرو اصبروا، عمال يهاجم عليهم بالاسهم بتاعته، الساموراي بيتصابوا منه ومش عارفين يهربوا، بيهاجم كوين على تشوبر وخلاص هيقتله، وفجأة دخول جامد جدا. سانجي بيضرب كوين وبينقذ تشوبر وبيفضل يضرب فيه ضربات سريعه ورا بعض، وهو بيضرب فيه بيبعد الاسهم عن الجميع لحد ما كوين بيقع على الارض. تشوبر عمال يعيط تاني من ان كلام لوفي خسر وكده، لكن سانجي بيطمنه وبيقوله انت نسيت كم مره حصل الموضوع ده، وكان دايما لوفي بيرجع تاني. بيدي سانجي زورو لتشوبر عشان يعالجه وكمان عشان يعرف يقتل كوين. في الطابق الاول عند كايدو، كيمون مهزوم على الارض وسيفه مكسور وشكله هو كمان متدمر على الاخر، لكن برضه مش عاوز يسيب كايدو يروح ورا مومونوسكي. بيغرس السيف في رجله وبيفتكر ذكرياتهم مع بعض لما كان بيناديله بأبي. ذكرياتهم كانت جميلة جدا. أنا آسف، آسف أودين سما، ما قدرتش أحميه. آسف يا أصدقاء، ما قدرتش أدافع عن الوريث الوحيد لوفي. أملنا وأمل كل الساموراي وبلدوانه كلهم متعلقين على كتافك أنت. وفجأة كايدو بيمسك سيف من على الارض وبيرشقه بجسم كيمون، ومع اخر كلماته فلسفة الاشرار، مت نقيا وبشرف المحاربين، فالهزيمة دايما يصعب تقبلها. شينوبي ومومونوسكي عمالين يجروا، مومونوسكي شايل الضفدع اللي كان بيراقبهم في ايده وبيعرف كل الموجودين بكلام لوفي الاخير ان لوفي حي وهيرجع تاني لمحاربة كايدو. انا عارف ان الامر صعب عليكم، لكن ارجوكم كملوا القتال زي ما انتم حتى اخر نفس في حياتكم. في سفينة لو تحت البحر. ايه ده؟ مش ده لوفي؟ ايوه بسرعه اجري عليه عشان ننقذه. في الاتجاه التاني، نامي واوسب لسه بيجروا وكلهم فرحانين ان لوفي لسه بخير، وبنشوف زيز بقى في عصايه التاكسي بتاعت نامي. في اليمه التانيه البيج مان بتهاجم على كيد لحد ما بيوصل لو وبيقفوا هما الاتنين في مواجهه البيج مان. كايدو واقف وبيبص لفوق ونشوف اللي بينادي عليه، يا ماتو المفروض انك بتناديلي بابي، ما هو انا جاي النهارده عشان اكسر الروابط اللي بيني وبينك. تكسر الروابط؟ هتقدر؟ في اليمه التانيه، نامي ضد اوليتي اللي طلعت لسه عايشه وما ماتتش من ضربه البيج مام، بتطلع نامي الرعد من العصايه بتاعتها، لكن بنتفاجئ ان زيس هو اللي خرج. ازاي ده حصل؟ لسه ما بانش، لكن اكيد هيبان قدام. بيتحول زيس لشكل الرعد بتاعه وبينزل بيها على اوليتي وبيهزمها. بتشوفهم باو وبتعرف كل الموجودين ان في اتنين من التوبرو بيتهزموا، وكل في حاله قلقان بيمسك اوسب بباو وبيخلي اوتاما تتكلم فيه، وبتعرف كل الناس اللي اكلت الدونغ بتاعها. لكن قبل ما نعرف قالت ايه، تعالوا نشوف كايدو. كايدو بيتحول لشكل التنين وبيطلع عند ياماتو فوق وبياخد باله ان ابنه شال الاصفاد المتفجر من ايده. بعد ما طردك من هنا يا كايدو انا هروح مع لوفي. لا ما تقلقش انا مش هتحرك من بلد وانو. كايدو بيرجع لشكله الاصلي، انت عارف انك مش هتقدر تهزمني، فخليك معايا احسن وكون شغن بلد وانو. ياماتو بيرفض وبيعرفه ان قبعة القش لوفي هو اللي اودين كان مستنيه، ولحد ما يجي انا هقف في وشك. وبضربة واحدة من كايدو على ياماتو بتزلزل السطح كله، والمعركة بتبدأ ما بين الاتنين. في طابق العرض، كوين، هي البنت دي بتعمل ايه؟ ومين دي اصلا؟ وفين بان؟ اوتاما بتشوف كوين وبتغمى عليها من الفضة. في الطابق الرابع، جيمبي بيحارب التوبو روبو ومعاه اتباعه. اكيد مفيش اعذار دلوقتي يا جيمبي، هو بيقصد عشان لوفي اتهزم من كايدو يعني. لا احنا عارفين قبل ما نيجي ان المعركة هتكون 30,000 ضد 5,000، ومتوقعين وعارفين ان المعركة مش هتكون شخص ضد شخص. جيمبي واقف في موقف صعب قدام واحد من التوبو روبو اللي بقوة جيمبي، واتنين من الضباط اللي اقل منه شوية في القوة، كل ده قصاد جيمبي لوحده، وفرانكي كمان طلع عينه من اتباع كايدو، وانوروشي ضد جاك واتباعه. المعركة ما فيهاش تعادل بين الجميع وكله على وشك السقوط. في الطابق العرض عند سانجي، نامي واوسب بيقدروا يصحوا اوتاما من جديد. اوتاما بتقف وبتتكلم بعلو صوتها وبتقول لكل شخص اكل الدونغ بتاعها، اسمعوني كويس، اخي لوفي واصدقائه بيحاربوا اتباع كايدو، خليكم في صفهم وفي جانبهم. وفي سفينه لو بيقدروا اعضائها انهم ينقذوا لوفي من البحر. مومونوسكي عمال يبكي بسبب اللي حصل لكيمون، وفجاه
تغيير تام في المعركة. أتباع كايدو بتشتغل عليهم تأثير الدلغ بتاع أوتاما وبيبقوا خدام عندها، وكلهم بيقفوا في صف لوفي والساموراي وبيحاربوا أتباع كايدو وبيهزموا عدد كبير منهم. تغيير جذري في المعركة كلها، أتباع كايدو على وشك السقوط وما تفضلش غير عدد قليل منهم جدا. كون بيفهم إن أوتاما هي اللي عملت كده وبيحاول يهاجم عليها، لكن بيجي سانجي وبينزل على دماغه. كون بيقول له: أنا عارف إن أنت ابن داجك، بطل تناديني بالاسم ده، ولكن على ما أظن إنك كنت واحد من فريق الأبحاث معاهم. انت بتقصد فريق المدز؟ ايوه، ده كان من زمان جدا، لكن انا دلوقتي بقيت سايبره وعندي اسرار الخاصة. وفجأة كوين بيدخل في تطور الهجين بتاعه وبيقف على رجليه زي الانسان، وايد الشمال بتتحول لايد آلية وايد التانية ماسك فيها سيف. سانجي بيسأل تشوبر: انت بخير؟ تشوبر اتقلص وبقى على هيئة طفل بسبب تأثير كرة الرامبل بتاعته اللي شرحناها في الفيديو السابق. زورو: انا معايا علاج ليه، بس المشكلة ان مفعول العلاج ده لو خلص هيزيد الالم عليك اضعاف اضعاف. ما تقلقش عليا يا تشوبر، طالما اني هقدر اقاتل من جديد فمش هتفرق ايه اللي هيحصل معايا بعد كده. في اليمة التانية هوز بيتكلم وبيقول: انا مش عارف ايه اللي بيحصل، لكن انا مش هتسهل معاك مره تانية يا جيمبي. بيهاجم هوز على جيمبي باسلوب السيف بتاعه، جيمبي هو كمان بيهاجم عليه بفن الكاراتيه، وبخطوه سريعه جدا من هوز بيهاجم على جيمبي، وهوز بيقدر يستخدم تقنيات السي بي نايت زي الطيران وهجوم الريجكت بتاعهم، لكن برضه جيمبي بيقدر يسد كل هجماته. بيتحول هوز لقوه الوحش بتاعته. جيمبي بيفكر وبيقول: ازاي بيستخدم التقنيات دي كلها؟ مش المفروض دي بتاعه السي بي نايت؟ ازاي اتعلمها؟ قبل 12 سنه هوز كان واحد من السي بي نايت. الحكومه كلفته انه يحمي سفينة بحرية عليها فاكهة شيطان بيتم نقلها الى مكان ما، لكن دخلوا في قتال مع قراصنة واتسرقت منهم. الفاكهة دي كانت هي فاكهة المطاط اللي مع لوفي حاليا. داخل القصر انضموا اتباع اوتاما اللي عددهم تقريبا 300 شخص للتحالف مع الساموراي، وهم حاليا بيحاربوا اتباع كايدو. الكل مستغرب من اللي بيحصل، اكيد البنت دي هي السبب ورا كل اللي حصل ده، امسكوها بسرعة وقتلوها. اصب واخد اوتاما وبيجري، ولكن بيجي العقرب وبيحميهم، وكمان بتنضم ليهم سبيد وبعضا من اتباعها. موازين القوة بتنقلب 180 درجة، كل شوية عددهم بيزيد وبينضموا للساموراي. الحرب شغالة طحن من كل الجوانب، السيبي نايت قاعدين بيحللوا المعركة من 5000 من الساموراي مع اتباع اوتاما. بعد انضمام اتباع اوتاما للمعركة بقوا العدد كده 15000 جندي في صف لوفي والحلف. اتباع كايدو من 30000 بقى 20000، ومعاهم المصابين بقوا 16000 ضد 9000. احنا ما يفرقش معانا مين هينتصر، المهم اننا نتأكد من موت شخص واحد بس، شخص عنده اسرار كتير عننا وده هيشكل خطر علينا. وبنعرف من كلامهم انهم بيتكلموا على هوز اللي بيحارب جيمبي. في الطابق الرابع عند جيمبي المكان كله بيتدمر، بيهاجموا على بعض بهجمات قوية جدا من الطرفين. هوز: انا عندي ضغينة اتجاه لوفي بما ان هو اللي اكل فاكهة الشيطان، تعرف يا جيمبي مين الشخص اللي سرقها؟ اللي سرقها مني كان احمر الشعر شانكس. هوز بيهاجم على جيمبي، لكن جيمبي بيحاول يصدها بالهاك بتاعه، وهوز بيهاجم بهجمات سريعة تانية ورا بعض بيدمروا المكان كله، لكن برضو جيمبي بيقدر يصد هجماته كلها. كويس انك صدتها بالهاكي، وإلا كان زمان جسمك متخرم من كل هجماتي. لا ما تقلقش عليا، انا قوي كفاية اني اهزمك. تهزمني؟ هزلت. هوز بيستخدم وضعية الوحش بتاعته، جيمبي بيركز وبيقف ثابت في مكانه، وفجأة وبسرعة جنونية هوز بيهاجم على جيمبي. جيمبي بيحاول يصدها، لكن الهجوم قوي جدا عليه لحد ما بيتمكن منه وبيشقلبه على الارض. وبسرعه تانية من جيمبي بيهاجم عليه باسلوب الميه بتاعه، لكن هوز بيستخدم سرعته وبيهرب منها في اخر لحظه. هوز بيقول: لما كان في السجن سمع شخص هناك بيقول ان من زمان جدا كان في شخص العبيد كانوا بينادوله باله الشمس واسمه نيكا، محارب اسطوره كانوا مؤمنين ان هو هيجي ويحررهم ويخلصهم من المعاناه بتاعتهم ويرسم الضحكه والابتسامه على وشهم من تاني. في الوقت ده امتلكني الياس ودعيت وامنت ان ممكن شخص زي ده يجي ويحررني من العذاب اللي كنت بشوفه كل يوم بسبب اني اضعت فاكهة الشيطان. جيمبي: انت ليه بتعرفني كلام زي ده؟ هوز: لانك كنت قائد فريق الشمس، والفريق ده ضم عبيد سابقين في الطاقم، وكمان البرمائيين ما عندهمش تاريخ غير العبودية. هوز بيهاجم عليه بصابع من ايده وبيقدر يسيب جيمبي بيه. بيهاجم هوز مرة تانية على جيمبي، لكن جيمبي بيقدر يستخدم الهاكي وبيكسر له الصابع بتاعه، وبضربة قوية جدا من جيمبي بفن الكاراتيه بيقدر يهزمه اخيرا. في طابق العرض بيهاجم كوين على سانجي بالليزر بتاعه. زورو بيصرخ عليهم انهم يشيلوا الرباط اللي عليه ويحقنوه بالمصل بسرعة. في الغواصة قدروا انهم اخيرا ينقذوا لوفي، لكن بيكون فاقد الوعي، وبعد شوية بيصحى لوفي وبيكون عاوز لحمة كتير عشان بيكون جعان. في اليمة التانية فرانكي واقف قدام ساساكي والاتنين اقوياء جدا ومش قادرين على بعض، وفجأة ساساكي بيستخدم ودانه وبيطير بيها في الجو وبيهاجم على كل اتباع اوتاما عشان كانوا بيساعدوا فرانكي هناك، لحد ما بيروح عند فرانكي وبيهاجم عليه هو كمان، لكن فرانكي بيطلع السيف بتاعه وبيقدر يصد هجومه. بيرجع ساساكي يقف تاني على الارض وبيتخذ وضعية الهجوم، وكمان فرانكي بيتخذ وضعية الدفاع وبهجوم قوي جدا وسريع على فرانكي. بيحاول
بيحاول فرانك انه يصد هجوم ساساكي لكن ما بيقدرش وبيقع على الارض ودراعه الالي بيتضرر جامد. بيهاجم ساساكي على فرانك بالسيف بتاعه، بيحاول فرانك انه يتصدى ليه بالسيف اللي معاه لكن ساساكي بيكون اقوى منه وبيقدر يكسره له. بيبعد فرانك خطوتين عنه وبيهاجم عليه بالليزر بتاعه وفعلا بتيجي اصابه مباشره فيه وبيبدا ساساكي انه ينزف دم، لكن برضه بيقوم يقف تاني وبيهاجم على فرانك بهجوم قوي جدا ومفاجئ وبيوقعه على الارض، وفرانك واقع على الارض وبيهاجم مره تانية بالليزر بتاعه وبتيجي في بطنه بس مش عارفين بقى مات ولا لسه عايش. بنشوف كايدو هو نازل هجوم على ياماتو وبيعرفه ان فاكهة الشيطان بتاعته ما كانش ناوي ياكلها له، بيعرفه ياماتو انه ما كانش يعرف انها فاكهة شيطان وقتها وانه كان جعان بس في الوقت ده عشان كده اكلها، لكنك حاولت انك تقتلني مرات لا تحصى وبسبب كده انا بقيت اقوى وهفضل ازيد في قوتي عشان اهزمك، وده اللي خلاني افضل في الجزيره دي ومش عاوز اسيبها، وفضلت مستني اليوم الموعود اللي هقدر هطردك فيه من بلد وانو. ياماتو اكل فاكهة اينو نومي، فاكهة كلب اسطوريه. ياماتو حكم اوروتشي كان طاغي جدا وانا عارف ده، لكن خليك انت الشغل بتاع البلد دي وانشر فيها السلام اللي انت عاوزه. لا انا هحرر الساموراي وهحرر اهلها وبعدها هفتح حدود وانو. ياماتو بيهاجم على كايدو باسلوب النار من بقه، وكايدو هو كمان بيهاجم بنفس الطريقه وبيحصل تصادم بينهم جامد جدا. في الطبق الثالث روبين ضد بلاك، روبين بتشوف امها ورئيس العلم كلوفر وسول صديقه وبيرحبوا بعض هما الاثنين. بروك بيصرخ عليها وبيقول لها فوقي ان ده كل وهم، لكن المفاجاه ان روبين طلعت اصلا بتمثل انها داخل الوهم عشان تغفلهم وتدي كف الاتباع بلاك وبتطيرهم بعيد وبتقدر تهزمهم. بعدها بيطلعوا بيجروا، بلاك بتجري وراهم هي كمان بس مستغربه ازاي قدروا يطلعوا من تقنيه الوهم بتاعتها. بروك بيقول لها انه قضى 50 سنه عايش لوحده على السفينه وفاكر ان اصدقائه كان لسه معاه فمش هيجوا النهارده ويطلعوهم عايشين يعني. بتهاجم عليهم بلاك بالسلاح اللي معاها وبتطلع منه نار، روبين بتقدر تتفادى هجومها وبروك بيطلع روح من جسمه وبيهاجم على اتباع ماريا وبضربه واحده من بروك بيقدر يهزمهم. بتقف روبين في وش بلاك وبتقرر انها تهزمها المره دي، وبروك بيقف في وش اتباعها هو كمان. بتستخدم روبين قوتها وبتطلع ايدين وبتقف في وش بلاك. على الشاطئ بره لوفي وطاقم لو، اللحم ده مش كفايه، انت بتهزر؟ انت اكلت مخزن الاسبوع كله اللي كان في السفينه عندنا. بعد شويه بيوصل مومونوسكو وشنوبي عندهم. مومو قدرت توصل هنا ازاي؟ ركبنا الطياره اللي بتعملها شنوبي وجينا هنا، بس انا مش مصدق انك لسه حي. المهم حمد لله على السلامه. فين كيمون؟ كيمون كيمون وكيكو هزمهم كايدو لما كنا هناك. مومونوسكي بيبكي، وفر عياطك ده لحد ما نخلص، فدايما القائد بيتحمل اي شيء بيحصل لاصدقائه. لوفي ارجوك اهزم كايدو والا كل تعبنا ده هيروح على الفاضي. ما تقلقش المره دي مش هخسر تاني. وهم واقفين بيشوفهم كريبو اللي كان مسجون معاهم بس بيكون واقف بعيد عنهم شويه. مومو اتحول لشكل التنين بتاعك وطلعني فوق الى الغشيمة. مومونوسكي مصدوم ومش عارف يعمل ايه. في اثناء الوقت ده روبين بتهاجم على بلاك، بلاك بتحاول تتجنب هجومها وبتقدر تجرح روبين في ايديها. بلاك بتفهم قدرة روبين ان دايما جسمها هو اللي بيتضرر. بلاك بتحاصر روبين بالشباك بتاعها وعاوزة تسممها بالسم بتاعها، لكن بتقدر روبين انها تتفاداه في اخر لحظة، لكن برضه بتمسك بجسم روبين وبتفضل تضرب فيها. روبين بتفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري وهم بيحاولوا يعلموها شوية فنون قتالية. بتعمل ايد من ورا بلاك وبسرعة جدا بتضرب السقف اللي فوقيها وبكسره فوق دماغها. صلى على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا اصدقاء، عاوز اقول حاجه قبل ما ابدا. تلخيص المانجا مش سهل، فبعد اذنكم لو الفيديو ده ما جابش 10000 لايك انا مش هلخص مانجا تاني، عشان بصراحه بتكون متعبه جدا وما بلاقيش الدعم المستحق من المشاهدين. وشكرا لكم على استماعي ويلا بينا. بلاك ماريا بتهاجم على روبين بهجمات سريعه ورا بعض. روبين متصابه ومش عارفه تعمل ايه قدامها، بتبدا تفتكر ذكرياتها لما كانت في الجيش الثوري بيعلموها فن من فنون الكاراتيه. فعلا يا اصدقاء التقنيه اللي اتعلمتها منكم دي افادتني كتير في الماضي وشكلها هتفيدني دلوقتي اكتر. وفجاه مع ضحكه بلاك في المكان وذكريات روبين في التدريب، ايه الهزه دي؟ ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وفجاه شكل روبين بيتغير وبيتحول لفلوره الشياطين، شكلها مرعب تجسيدا للشيطان ذات نفسه. ما كنتش عاوز اتحول لكده لكن انت اللي اضطرتيني ان اعمل كده. بلاك واقفه قدام روبين وخايفه منها، او بالاحرى قدام فلوره الشياطين. قوه مرعبه بتخرج من روبين، وفجاه روبين بتمسك ببلاك بايديها وبتكسر لها رقبتها من اول هجوم. معرفش بقى ده ايقاظ ولا لا، اتباعها واقفين مظلومين. ازاي ده حصل؟ بلاك سان بلاك سان. وفجاه بروك هو كمان بيقطعهم كلهم وبيهزمهم وهم بينادوا عليها، وبكده هزيمه واحده من التوب روبو والمنتصر في المعركه بروك وروبين.
قلعة أونغوشيما طايرة في الجو وفضلها 15 دقيقة وتنزل في نص بلد وانو. في الطبق الثالث رايزو ورئيس النينجا اللي كان من أتباع أوروتشي وكل واحد منهم عمال بيهاجم على التاني بأسلوب النينجا بتاعه في نفس الطبق بس بعيد شوية. هوكيز واقف ضد كيلر، كيلر عمال يهاجم عليه ويقطع فيه، هوكيز بيعالج نفسه بالأرواح اللي معاه بس خلاص بدأت تنفذ منه. في الطبق الثاني لو وكيد ضد البيج مان، إيه ده؟ أنا اتضربت إزاي؟ وليه بنزف دم؟ في اليمة التانية عند هوكيز، عاوز أقول لك حاجة يا كيلر، من بين الأرواح العشرة اللي معايا في روح واحدة تبع القائد بتاعك كيد، في كل مرة هتضربني فيها ضربة قوية اعلم ان قائدك هو اللي هيتلقى الضرر، ودلوقتي يلا هاجم عليا بكل قوتك. في الجانب التاني وفي طبق العرض تحديدا كوين وكينج واقفين مع بعض، ماركو مش قادر يقاتل تاني وجاب اخره خلاص، سانجي مضروب وواقع على الارض، كوين عمال يهاجم على الساموراي ومش عارفين يتفادى هجماته. اتشوبر حقن زوره بالمصلي بتاعه لكن عشان جراحه كتير مفعوله لسه ما اشتغلش عليه بالكامل. كينج بيأمر كل اتباعه انهم يدوروا على زوره ويقتلوه حالا. سانجي بيطير بسرعه جنونيه وبيروح يضرب كوين عشان يبطل هجماته دي. بيرو بينشل على سانجي وعاوز يضربه من ظهره لكن وفجاه بنلاقي سيد القطط بيديله في وشه وبيخش هما الاثنين في الحيط. واحد من الساموراي بياخد زورو وبيهرب بيه عشان كينج ما يقتلهوش، لكن كينج برضو بيلحقهم وبيقف قدامهم بيولع النار في ايديه وبيهاجم على زورو. دخول رائع وجامد من ماركو وبيصد ضرب كينج في اخر لحظه. المعارك شغاله من كل مكان، الوضع ما يطمنش على الاخر ومحتاجين معجزه يقفوا قدام الاثنين دول. كوين هو كمان بيهاجم بالليزر بتاعه، بيقف ماركو وبيقول خلاص انا كده دور انتهى هنا، الدور بقى على النجمين التانيين. وفجاه بنشوف زورو والضمادات بتتمزق من عليه وبدخول جامد وحماسي من الاثنين سانجي وزورو، بيضربوا كوين وكينج في لحظه واحده. ايه الجمدان ده، مهما اقول لن استوفي حقكم. باقي الحلف كلهم فرحانين وبيهتفوا للاثنين وبيقفوا هما الاثنين على خشبه المسرح قدامهم. بيحاولوا اتباعهم انهم يهاجموا على زورو لكن بيجي كاماتسو وبيقطع فيهم. بيفوق كوين وكينج تاني، بيهاجم كوين عليهم هما الاثنين بالليزر بتاعه لكن بيتفادى هجماته بسرعه جدا. بيقول زورو لسانجي انه يلبس اللبس الجيرمي بتاعه لكن سانجي بيرفض وبيعرفه انه في كل مره بيلبس اللبس ده في حاجات بتحصل له في جسمه او في حاجات بتتغير. كينج بيهاجم على زورو بسرعه جدا لكن زورو يقدر يصدها على طول. كوين هو كمان بيهاجم على زورو بالدراع الآلية بتاعته لكن سانجي هو كمان بيتصدى ليها. كوين بيقول لسانجي انت شكلك زي اخواتك سايبورغ واكيد رجلك المولعة دي نار برضه، هي احد تجارب ابوك المجنون. لا انا مش زيهم وبدون احباط ليك، انا الوحيد البشري بين اخواتي. انت غبي، هو في شخص عادي هيقدر يولع رجليه؟ انت حتى كمان مش من عرق الرونالي، شكله بيقصد على كينج يعني. لا ده لان شغفي اقوى من اللهب على الاطلاق. انا مش عارف ايه معناها بالظبط لكن كنت اتمنى ان افهم قوه سانجي. بيهاجم سانجي بضربات سريعه ورا بعض وهو غاضب جدا وبيهاجم زورو هو كمان بضربات سريعه ورا بعض. وفجاه كينج بيتفادى ضربه من زورو وبيديله في وشه وبيرجعه كم خطوه ورا كمان. بيقف زورو مره تانية وبيقول له انت كمان بتستخدم الالات في ايدك ليه؟ هو في اسلوب في القتال ان لازم التزم بيه ولا ايه؟ ما يهمش طريقه القتال، المهم الفوز في النهايه. تمام قاتلني باي اسلوب انت عاوزه فكده كده انا المنتصر في النهايه. في اليمه التانية كاماتسو قاعد مع الزعيم وبيقول الزعيم ان زورو بيفكرني بدايمون السابق لما كان شاب واسمه ايشومارو، وبنعرف ان ايشومارو ده كان شخص قوي جدا وهو من نسل اله السيافين ريوما، وكمان ريوما كان بعين واحده وكان بيقاتل بنفس طريقه زورو. في الطبق الثاني في مستودع الكنوز تحديدا جاك في تطور الهجين بتاعه وبيهاجم على انوروشي لكن بيقدر انوروشي انه يمسك جاك وبيشقلبه في اليمه الثانيه. بيقف جاك من جديد وبيكلم انوروشي، انوروشي بيتحول لشكل السلونج بتاعهم وبيعرف جاك انه كان مستني معركه زي دي من زمان جدا. في المدخل الرئيسي للقلعه بيريوزبر واقع على الارض هناك ونيكو ماموشي واقف قدامه هو كمان وواندا وكاروت هناك هم كمان، ونيكو ماموشي بيتحول هو كمان لشكل السلونج بتاعهم. عند المينا بنشوف طاقم لو وهم رافعين السلاح وخايفين. ايه ده، ازاي كايدو جه هنا وازاي عرف مكاننا بالسرعه دي؟ لكن المفاجاه ان في شيء حصل، شيء ما كانش متوقع انه يخطر على بال حد، شيء خلى الجميع واقف في حاله ذهول وكل واقف مستغرب ازاي ده حصل. كلهم عمالين يبصوا للسماء، لوفي هو كمان واقف مصدوم وبيبص للسماء، شنوبي هي كمان واقفه عماله تعيط ومتخبيه في ظهر لوفي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ قبل 4 ساعات مومونوسكي بيطلب طلب من شينوبي. الطلب ده غريب شويه، طلب ما كناش فاهمين قصده ايه غير لما شفناه بعينينا. شينوبي انت عندك القدره انك تخلي الشخص يكبر في الجسم. شينوبي واقفه مصدومه ومش عارفه ترد، انت عاوز تعمل ايه بالظبط؟ ارجوك يا شينوبي خليني شخص بالغ في السن. مومونوسكي سما لو خليتك شخص بالغ جسمك بس اللي هيكبر وعقلك هيفضل في هيئه طفل زي ما هو. مومونوسكي مش مهتم بحياته، قرر انه يضحي بنفسه في سبيل شعبه والحلف بتاعه. ده ما يتقالش عليه طفل، ده يتقال عليه شخص حكيم، شخص بيقدر شعبه على نفسه القليلين منهم الموجودين حاليا في العالم. وفجاه بنشوف مومونوسكي تحول لتنين زي كايدو، تنين وردي عنده كل قدرات كايدو، تنين شكله مرعب. مومونوسكي خلى شينوبي تكبره من العمر 28 سنه عشان يقدر يتحول لتنين كبير زي كايدو ويساعد لوفي ضد كايدو في المعركه. لوفي واقف قدامه متفاجئ هو كمان، واول كلمه من مومونوسكي يلا بينا نحرر بلد وانو.
في الجانب التاني داخل القلعة، ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ مش عارفين، بس ده شكله هاكي ملكي. أوسب بيدخل عليهم بدخول كوميديا وبيعرفهم ان هو هزم 2 من التوب روبل لوحده، وان دي هالته هي اللي بتسبب الدمار اللي جنبهم ده، وكل اتباع كايدو بيخافوا منه طبعا. عايش يا أوسب والله. اسبيد وقتما واقفين على جنبه بيبصوا على لوفي. نامي بتتصل بفرانكي، هو ايه اللي بيحصل مع لوفي يا فرانكي؟ طب هو بخير؟ فرانكي: ما عنديش اي فكرة يا نامي، انا زي كل اللي اعرفه الكلام اللي قاله مومونوسكي فقط. نامي: اكيد مومونوسكي مع شينوبي دلوقتي، لكن المشكلة اني مش عارف اتواصل معاهم. فرانكي: كويس ان مفيش خبر عنهم، ده يعني كده ان هم بخير. المهم لو خلصت عندك تعالي عندي، عشان جميع الاعداء فضلوا انهم يجوا عندي هنا في الطابق العرض. فرانكي وشويه من طاقم لو عمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفي نفس الطابق بروك شايل روبين اللي فاقده الوعي وعمال يجري بيها عشان يوديها في مكان امن، وهم ماشيين بيقابلوا اتباع كيد وهم عمالين يهاجموا على اتباع كايدو هم كمان. في معركه السطح كايدو ضد ياماتو، ياماتو بيهاجم على كايدو بهجوم قوي جدا، لكن برضه كايدو بيصدها وبيضحك كمان وبيرجع يهاجم عليه هو بهجوم قوي جدا. ياماتو بتحاول تصدها لكن الهجوم قوي جدا وبيطيرها بعيد. بيقف كايدو وبيقول: انت دايما كنت بتقول انك هتقتلني. ايوه ده صحيح، لكن دي مش مشاجره عاديه بين اب وابنه، لكن عاوز اقول لك حاجه، ان اردت لقب اودين فلازم تستعد للحرب. ليه؟ هو الاعجاب بالشخص جريمه؟ في الماضي كنت على وشك الموت من الجوع، وفجاه هاله بتخرج مني وبتسكت جميع الناس اللي حواليا. هاكي ملكي، ده علامه كويسه، لو فضلت مصر على انك اودين يبقى موتك افضل ليا. كايدو بيحبس ياماتو في كهف وبيديله مده شهر، لو ما بطلتش تقول اسم اودين ده هسيبك تموت بجد. وكمان بيكون سايب شويه ساموراي معاه في الكهف. ياماتو بيصرخ وبيترجاه انه ما يسيبوش هنا. بيعدي اسبوع وبرضه ياماتو مصر ان هو اودين، وكل شويه بيستخدم الهاكي بدون اراده على الجنود وبيفقدهم الوعي. كايدو بيروح يشوف الوضع وبيكون منزعج جدا من اللي بيحصل. بيقول كايدو للساموراي اللي هناك: لو غيرت رايكم في الانضمام ليا نادوا من الفتحه اللي فوق في السطح وانا هاجي لكم. وقبل ما يمشي بيعرف كايدو الساموراي اللي هناك ان ياماتو ده يبقى ابنه. يا ابن اللذينه. الساموراي بيجي لهم شويه غضب جامدين جدا وبياخدوا السيوف بتاعتهم وعاوزين يقتل ياماتو، لكن وفجاه واحد من الساموراي دول بيدي الاكل بتاعه لياماتو، ولما بيشوفوه بقيه الساموراي بيبعدوا عنه. ياماتو بياخده وبدون تردد بياخد الاكل كله على بق واحد بينسفه. ياماتو بيعيط وبيشكره على الاكل ده، ومع العلم ان الساموراي اللي معاه ما اكلوش حاجه من ايام، بس كايدو جاب لهم طبق واحد بس عشان ما يموتوش. كتير قوي والله كده يا كايدو. بنعرف ان الساموراي ده اسمه سابوري، بيكسر السلاسل اللي في ايد ياماتو. بيساله ياماتو: انت شايفني اني هصبع واحده من الساموراي؟ بيقول له: اكيد في المستقبل ان شاء الله. بعدها بنشوف ان الشخص ده بيشبه زورو جدا. بنشوف ياماتو هو ماسك مذكرات اودين وبيقعدوا هو والساموراي يقراوا فيها لمده 10 ايام. بيسالوا الساموراي ياماتو: هو ابوك ممكن يسيبك في المكان ده تموتي؟ بتقول لهم: اكيد ده ابويا وانا عارفاه. وبعدها بتنام. بنشوف الساموراي وهم واقفين بيقرروا انهم هيحرروا نفسهم وكمان عشان ينقذوا ياماتو من الموت، وبيكسروا الحاجز اللي على الكهف وبيخرجوا منه. في الحاضر الاثنين بيستعدوا وبيضربوا بعض ضربات قويه جدا بتزلزل المكان كله بالهاكي. في اثناء الوقت ده عند لوفي ومومونوسكي: ايه اللي انت بتعمله ده يا مومو؟ كل اللي عليك انك هتطير بس. انا عارف ده يا لوفي، لكن جسمي مش عاوز يتحرك، انت عارف لما برفع راسي بس بيكون بيني وما بين الارض قد ايه؟ مومونوسكي خايف من المرتفعات ومش عاوز يطير. كلهم واقفين مندهشين: انا مش عارف ليه كبرت جسمك كده وانت مش هتعمل بيه حاجه. لوفي عمال يصرخ فيه عشان يطير وبرضه رافض انه يطير. في معركه السطح ياماتو وكايدو نازلين ضرب ببعض، هجمات قويه جدا بيدمروا كل حاجه حواليهم، مفيش مكان ولا بيكون خرابه من هجماتهم. واخيرا ياماتو بتقدر تضرب كايدو ضربه قويه بتخليه يركع على الارض، ولكن ده برضه مش كفايه انه يهزمه او ممكن يخليه يضعف. كايدو جسد الاسطوره بمعناها. في المعارك دي خد قتالات كتيره جدا ولسه صامت برضه. كايدو بيقوم تاني وبيضرب ياماتو ضربه قويه جدا، بيحاول ياماتو انه يتصدى ليها لكن برضه بتكون صعبه عليه وبتطيره بعيد. بيهاجم كايدو مره تانيه وبغضب شديد جدا وبتفعيل اقصى حدود الهاكي عنده وبينزل بيها على ياماتو. في اثناء الوقت ده مومونوسكي بدا يطير لكن بيكون مغمض عينيه عشان لسه خايف. لوفي عمال يصرخ عليه وانه يطلع لفوق. مومونوسكي عمال يخبط في القلعه وهو ماشي وبيخش جواها كمان وبيشوفوا الحلف كله وبيكونوا مستغربين من اللي هم شايفينه. مومونوسكي عمال يدمر في القلعه من جوه وبيطلع من طابق لطابق. البيج مام وكيد ولو واقفين ضد بعض، وفجاه بيلاقوا تنين طالع جنبهم. الكل بيتفزع منه وفاكرين ان ده كايدو، لكن بيقدروا يشوفوا لوفي وهو راكب عليه. لوفي عمال يصرخ عليه انه يفتح عينيه. مومونوسكي عمل زي الطور الهايج ومحدش عارف يوقفه، وكل اتباع كايدو فاكرين ان ده قائدهم كايدو. كايدو واقف على السطح، ياماتو واقفه في وشه بس عماله تنزف في دم من ضربه ابوها الاخيره. كايدو بيقول ان هو اكتفى من ابنه وبيتحول لشكل التنين، وفي نفس اللحظه لوفي بيتحول لسنيك مان. ياماتو بتجري على ابوها عشان تضربه. لوفي بيستعد للهجوم وبضربه سريعه جدا من لوفي وياماتو وفي نفس اللحظه، وبيضربوا كايدو وبيطيروه بعيد. بيقفوا الابطال مع بعض، ياماتو ولوفي بيسلموا على بعض. بيقف كايدو تاني: ايه ده انت لسه حي يا قبعه القش؟ وايه التنين اللي انت راكبه ده؟ مومونوسكي مرعوب، بيعرفوا ان اسمه مومونوسكي اودين، الراجل الذي سيكون شوغان بلد وان. ايه ده تنين وردي؟ من الممكن ان ده يكون ايوه هو يا ياماتو، ده مومونوسكي. ياماتو مبسوط
ان شاف مونوسكي مره تانية. لوفي بيقف ضد كايدو والمعركه خلاص هتبدا ما بينهم في عاصمه الزهور. الناس بتحتفل بمهرجان النار ومش شاغلين بالهم باي حاجه، عمالين يرقصوا ويغنوا ومش شايفين الكارثه اللي جايه عليهم. بيفتكر الراجل ده لما اوتاما مشيت من البلد هي وزبيد عشان تساعد لوفي، الراجل ده شكله وراه سر كبير هو كمان. باو، انا معايا تقرير عن التنين المجهول ده، حاليا في معركه السطح السيد الشاب ياماتو واقف ضد كايدو سان، وفي تنين وردي وعليه قبعه القش لوفي، وواقفين في مواجهه كايدو سان هم كمان. كل اللي في القلعه بيسمعوا التقارير دي لكن مش عارفين مين هو التنين الوردي ده. كايدو بيهاجم عليهم باسلوب النار بتاعه، ده هيقتلني يا لوفي، طب ما تعمل حاجه انت كمان يا مومو. بيهاجم كايدو عليهم لكن مومونوسكي في اخر لحظه بيتفادى هجماته. انا مش مستعد للقتال دلوقتي يا لوفي، ايه اللي انت بتقوله ده يا مومو؟ لوفي بيطير وبيتحول للمحرك الرابع وبضربه قويه جدا منه على راس كايدو بيدفنه في الارض. مومونوسكي واقف وعمال يفتكر ذكرياته هو وكايدو لما هجم عليهم في القلعه وولع كل حاجه هناك. مومونوسكي بيبص لكايدو بغضب، وفجاه بيجري مومونوسكي عليه وبيروح يعضه. كايدو بيصرخ من الالم. مومونوسكي بيفتكر اسوأ ذكرياته مع كايدو وهو لسه عاضد فيه. انت بتعمل ايه يالا؟ انت فاكر ان عضتك دي هتاثر فيا؟ مومونوسكي بيبص له وبيقول في باله لو ما جيتش انت ببلدوانو مش كان ابي وامي لسه عايشين. وفجاه لوفي هو كمان بيجري وبيضرب كايدو بالهاك الاسمي. المعركه قويه ما بينهم بتزلزل السطح كله. المعركه دلوقتي مش معركه بلدوانو وخلاص، المعركه دلوقتي بقت حياه او موت. في الطابق تحت القمر فجاه الغيوم بتغطيه، انوروشي بيرجع من تحوله وبيكون متصاب وتعبان جدا، وجاك واقف وشه، ومش هو كمان متصاب وطالع عينه وقع على الارض. بيرو واقف قدامه هو كمان، الاثنين في حاله يرسى لها. الساموراي هم كمان جايبين اخرهم لكن برضو بيكوموا اتباع كايدو. مومونوسكي ولوفي وياماتو في مواجهه كايدو. لوفي عمال يشجع في مومونوسكي ان يكون شجاع وما يخافش من اي حد في العالم. زورو وسانجي واقفين ضد اقوى اثنين من اتباع كايدو، كوين وكينج. بعضا من الساموراي بيتحمسوا لما بيشوفوا لوفي راجع من جديد. لوفي بيفتكر حربه هو وكايدو قبل كده. كايدو بيرجع للتحول الهجين بتاعه، الاثنين بيجروا على بعض كايدو ولوفي. البيج مام واقفه ضد كيدو ولو، كل معلق اماله على لوفي في هزيمه كايدو. تصادم هاكي جامد جدا بيقسم السما لنصين، الغيوم بتتشال من على القمر مره تانية. تحول انوروشي ونيكو ماموشي من جديد، معركه قويه بين الكل. المنتصر هيفوز بكل شيء، دمار وخراب من كل مكان. يا ترى مين اللي هيفوز ومين هينتصر وايه القوه الجديده اللي هيتم الكشف عنها؟ كل دي تساؤلات بدون اجابات لكن هيتم الكشف عنها في الحلقه الجايه. لوفي ضد كايدو والمعركة ما بينهم جامدة جدا. هاكي جبار من الاثنين بيقسم السما لنصين، كشف دول قمر من جديد، تحول نيكو ماموشي وانوروشي لشكل السولونجي بتاعهم وبسرعه جنونيه وبقوه جباره منهم. بيهاجم كلا منهم على جاك وبير اسبرو بهجوم قوي جدا، بيهزمهم هما الاثنين وبيقفوا هما الاثنين منتصرين في المعركه وفرحانين. يا زعيم ما تبصش للقمر عشان ما تتحولش من جديد. لا ما تقلقيش عليا يا واندا، انا متصاب اصابات كتيره فمش هتحول حتى لو بصيت. في معركه السطح ياماتو ومومونوسكي عمالين يبصوا للسما ومذهولين من اللي بيحصل. انا قرات ده قبل كده في مذكرات اودين. قرات ايه يا ماتو؟ لما اتصادم روجا واللحيه البيضاء مع بعض في المعركه بيقولوا ان السماء انشقت برضه، وده كان دليل على قوه الخصمين. في الطبق التالت ايه اللي بيحصل بالظبط فوق يا جماعه؟ كل شويه السقف عمال يقع علينا ليه؟ كايدي ولوفي واقفين ضد بعض، ياماتو واقعه على الارض وعماله تنزف دم ومتاثره بضربه ابوها الاخيره. لوفي بيصرخ عليها ياماتو ساعد الواد الجبان ده انه يخرج من هنا. انت بتقول لي مين اني جبان يا لوفي؟ لو مش جبان يبقى اثبت غير كده وقاتل. خلاص اسكت انت بس، انا عارف انا هعمل ايه. الناس ما بتتغيرش في ثواني يا لوفي. ياماتو بتروح تركب على ظهر مومونوسكي. ما تقلقش يا مومونوسكي انا جنبك واسفه اني سبتك قبل كده. كايدو واقف غاضب وبيشوف ياماتو ومومونوسكي عاوزين يمشوا من المكان وبسرعه كده بيروح يهاجم عليهم. مومونوسكي مرعوب وخايف منه بيحاول يهرب، وياماتو بتصد ضربته اللي بتكون قويه جدا ومش عارفه تصدها. لوفي بسرعه هو كمان بيمسك كايدو من رقبته وبيحاول يبعده عنهم. لوفي بيصرخ على ياماتو انها تمشي من هنا بسرعه. انا عارفه يا لوفي انت عاوز تنفرد بيه لوحدك. لوفي بيضحك ايوه يا ياماتو هو ده اللي انا عاوزه. مومونوسكي عمال يصرخ ويعيط ويقول انا هقع من فوق. ياماتو اهدى وركز يا مومونوسكي، انت عارف ان التنانين بتعمل غيوم وبتطير عليها؟ مومونوسكي فعلا بيقدر يعمل غيوم وبيطير عليها. ايه ده الجزيره بتنهار ليه؟ هو ايه اللي بيحصل يا ياماتو؟ غيوم اللهب بتاعت ابي بدات تضعف، معنى كده ان قوه كايدو بدات تضعف هي كمان، وغيوم اللهب بتاعته مش قادره تشيل الجزيره وهتقع في اي لحظه. بس دي كارثه يا ياماتو، لان الجزيره دلوقتي فوق عاصمه الزهور في بلدوانو، ولو نزلت على بلدوانو هتدمر العاصمه كلها والناس اللي فيها هتموت كمان. مومونوسكي وقف هو وياماتو ومش عارفين يعملوا ايه. في حل واحد بس يا مومونوسكي. ايه هو يا ياماتو؟ قولي بسرعه. انت ممكن تقدر تعمل غيوم زي كايدو بما انك تنين يعني، وترفع بيها الجزيره للسماء
السماء. انت بتقولي ايه يا ماتو؟ ده انا لسه متعلم الطيران دلوقتي، وكمان انا ما عنديش القوه اللي عند كايدو دي. لا يا مومونوسكي، انت صنعت غيوم لهب وواقف عليها كمان، معنى كده انك تقدر تصنع غيوم لهب انت كمان وتكون بقوه كايدو. وبسرعه يا مومونوسكي عشان ما فيش وقت. مومونوسكي واقف مش عارف يعمل ايه، والضغط شغال عليه من كل مكان. بلد وانو قدامه وخلاص على وشك الهلاك. في قلعه انغوشيما في القابو تحت في مخزن مليان اسلحه ومتفجرات، يعني لو قلعه انغوشيما وقعت على بلد وانو هيحصل انفجار جامد جدا وهتتدمر تماما، ومن الصعب جدا انهم يخلوا المكان كله في الوقت ده. لفو وكايدو عمالين يهاجموا على بعض بهجمات قويه جدا بتزلزل المكان كله. الناس في عاصمه الزهور عمالين يرقصوا ومش واخدين بالهم من الكارثه اللي جايه عليهم. وفي طابق العرض كينج بيهاجم على الكل سواء من حلفائه او الساموراي، والساموراي مش عارفين يروحوا فين هم كمان. فرانكي واقف على جنب وفجاه بيلاقي اللي بيطير يمته وبيخبط فيه. ايه ده؟ زورو؟ زورو انت بخير؟ ايوه يا فرانكي، شكرا انك مسكتني. ايه اللي بيحصل معاك؟ اللي اسمه كينج ده قوي جدا، طب انت محتاج مساعده؟ لا مفيش داعي. زورو بياخد انفاسه بصعوبه وهو واقع على الارض. في اليمه الثانيه بنشوف كوين. ايه اللي بتعمله ده يا كينج؟ كده قطعت ديلي يا راجل؟ ديلك بس، يا ريتني كنت قطعت رقبتك بالمره. كينج بيتحرك وماشي في اتجاه زورو وفرانكي. زورو معلش يا فرانكي بس لازم تبعد شويه. تمام ماشي ربنا معاك. كينج بيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيطير اتجاه زورو بسرعه جدا. زورو بيستعد هو كمان ومستني كينج، وبيحصل تصادم بين الاثنين جامد جدا، لكن برضو قوه الدفع والسرعه كانت عند كينج، وبيطير زورو بعيد وبيخبطه في الحيط كمان، وبيهاجم تاني في نفس اللحظه على زورو، وبيخرجوا هما الاثنين بره القلعه. وبسرعه فائقه من زورو هو طاير بيهاجم على كينج وبتيجي فيه، بيلحق زورو نفسه وبيقف على الارض قبل ما يقع في بلد وان. وبيقف كينج وزورو في وش بعض من جديد، وبتشوف كينج وهو متصفي القناع بتاعه، وبيظهر انه انسان زينا كده مش وحش ولا حاجه. داخل القلعه وفي غرفه الضيوف تحديدا بنشوف عملاء السي بي وهم بيبلغوا عن التنين الجديد اللي ظهر من شويه ده. اكيد الفاكهه دي اللي صنعها فيجا بانك اللي قلنا عليها اختراع من اختراعاته الفاشله، بس حاليا التنين في صف الاعداء. هو بيقصد انه في صف لوفي يعني. سيبكم من التنين ده، المهم جهازه. في حاله ان كايدو خسر فحكومه العالم هتفرض سيطرتها على بلد وانو، وهتكون تابعه للحكومه العالميه. وفي اسطول من البحريه متجه يمه بلد وانو حاليا وهو جاي لكم دلوقتي في حاله ان كايدو خسر ولا حاجه. واذا كايدو ما خسرش ففي مهمه واحده ليكم بس هتعملوها، هي انكم هتقبضوا على نيكو روبين حالا. في اليمه الثانيه بروك بيهاجم على اتباع كايدو، وروبين بتشجع فيه عشان مش قادره تحارب. في الخارج الغيوم مش عايزه تظهر يا ياماتو، اعمل ايه؟ لازم تحول اكتر يا مومونوسكي، بلد واني كلها بتعتمد عليك. مومونوسكي قلقان وعمال يحاول، لكن برضو الغيوم مش عاوزه تظهر معاه. ياماتو بتسيبه وبتطلع لفوق للسطح وبتعرفه انها تروح ترمي شويه من الكنابل اللي في مخزن الاسلحه عشان تقلل الضرر في حاله ان انغوشيما وقعت ولا حاجه. في طابق العرض كوين بيهاجم على سانجي، سانجي بيحاول يصدها وعمال يهاجم عليه ومش عايز يسيب له فرصه خالص، وبيكون عاوز سانجي انه يستخدم بدله الجيرمي ويحاربه بيها، وسانجي بيرفض طبعا وبيقول له ان كل ما بيلبسها بيحس بشيء غريب في جسمه او اشياء بتتغير من جواه. كوين بيهاجم على سانجي بالليزر بتاعه، سانجي بيتفاداها وبيطير يضربه ضربات سريعه ورا بعض بتطيره بعيد، لكن كوين مش سهل برضه، بيقف تاني وبيبدل تطور الهجين بتاعه لقوه الوحش بتاعته وبيقف بالطول. وفجاه بنشوف رقبه كوين بتخرج من جسمه وبتلف حوالين جسم سانجي. الساموراي وسانجي كلهم مصدومين من الهجوم ده، ازاي يخرج راسه من جسمه؟ بيفضل يضغط على سانجي برقبته وعاوز يحطمه. كوين عاوز سانجي يستخدم تقنيه الجيرمي، معرفش ليه بس اكيد في سبب ما هو عاوز يعمل كده، لكن برضه سانجي بيرفض. وفجاه تاني بنشوف بقيه جسم كوين بيهاجم بدفع منه، لكن بتيجي في كوين ذات نفسه وسانجي بيتحرر بس بيكون متكسر على الاخر وبيقع على الارض. بعدها بشويه بيرجع جسم سانجي زي الاول، سانجي جسمه بدأ يتغير زي اخواته، ممكن دي كانت قوته الاصليه بس كانت عاوزه تتمشط ولا حاجه. بيرجع كوين لشكله الهجين بتاعه وبيطلع السيف وبيضرب بيه رقبه سانجي، لكن وفجأة المعجزه اللي ما كانش حد مصدقها، سانجي كسر السيف برقبته من شده صلابه جسمه. الكل واقف مصدوم ومش فاهمين ايه اللي بيحصل ده. بيقول كوين انه فاكر ان ابوه اتكلم على حاجه زي كده قبل كده، زي صلابه الجسم والتعافي السريع وتكون مشاعرهم بارده جدا. سانجي اول ما بيسمع الكلام ده بياخد بعضه وبيطلع يجري. سانجي رافض فكره بس انه يبقى زي اخواته، لان اخواته زي ما احنا عارفين كلهم قتله. الكل عمال يضحك عليه وبيهاجم عليه في نفس الوقت، وكوين عمال يهاجم عليه بالليزر بتاعه هو كمان. في اليمه الثانيه بنشوف البيج مام وهي عماله تهاجم على كيد، كيد واقع على الارض ومش قادر يتحرك. لوبي يصرخ على كيد انه يتفادى هجومها لكن ما بيتحركش برضه، لحد ما لوبي يطير وبيهاجم هو عليه بالصعقه بتاعته، لكن ده برضه ما بيكونش كفايه انه يوقف البيج مام، وبتنزل بالسيب بتاعها على كيد وبترجع تقف قدامه من تاني، وكيد مرمي على الارض قدامها وما بيتحركش. بعد شويه بيفوق كيد بعدها وما بيكونش فاهم حاجه، ازاي الهجمات دي بتجيله كل شويه؟ وبتيجي كمان هجمه
هجمه لكيد في جسمه ومش عارف الهجمه دي جات له منين. في الطابق الثالث كيلر ضد هوكيز، هوكيز عمال يضرب نفسه في الصخور اللي جنبه وكيلر واقع على الارض وعمال يقول له بطل اللي انت بتعمله ده، لكن برضه ما بيبطلش وعمال يضرب في نفسه لحد ما بيقف وبيفضل يتريق عليه وبيقول له انه مش مصدق ان شخص زيه كده اكل فاكهه سمايل. وبنشوف كمان اعضاء الطاقم بتاعهم واقفين حواليه وعاوزين يساعدوه، لكن برضه كيلر بيرفض. بيروح هوكيز وبيضرب كيلر وكيلر ما بيصدش هجومه ولا حتى بيهاجم عليه، وبيقول في نفسه ان هدف كيدو ان يهزم يونكو لان الشخص ده احلامه كبيره جدا. هوكيز بيقول ان الاشخاص اللي زي دول ما بيتهزموش وانهم عندهم قوه جباره جدا ومن الصعب جدا ان حد يفكر يهزمهم اصلا. بيقف هوكيز وبيطلع السيف بتاعه في ايده وبيكون عاوز يقطع دراعه الشمال. بيساله كيلر هيحصل ايه لو اتلقيت انت الضرر بدل الشخص اللي انت معاك الروح بتاعته. بيقول له هوكيز انا مش عارف انت بتتكلم على ايه، لكن طالما معايا روحه فاي ضرر اتلقاه في جسمي او في اي مكان اتعور فيه صاحب الروح هو اللي بيتصاب منها وفي نفس المكان كمان. وبسرعه كيلر بيروح هو يقطع دراع هوكيز الشمال. بيصرخ هوكيز على دراعه اللي انقطعت وفجاه بتخرج منه روح القائد بتاع الكي وبيقول له هوكيز انت كده برضه قطعت دراع القائد بتاعك. بيعرفه كيلر ان دراع كيد الشمال مقطوع اصلا وبيتحول هوكيز لقوه الوحش بتاعته وبيهاجم على كيلر، لكن كيلر بضربه واحده وبسرعه جامده بيقدر يقطع وحش القش بتاعه وبسرعه تانية بيهاجم على هوكيز وبيقدر يقطعه وبيهزمه اخيرا. وكيد بيستعيد قوته من جديد وبيكون سعيد جدا. في اثناء الوقت ده بنشوف ابو والعمالقه الثلاثه واقفين مع دريك وبيكون عاوزين يتعاونوا مع دريك عشان يهزموا كايدو، وبيوافق دريك في الوقت ده. بس في الطابق الاول نامي وقص راكبين على الزرافه دي وعمالين يهاجموا على اتباع كايدو، وفجاه بنشوف نص جسم عمال يجري وبيطلب المساعده. ايه ده، مش ده بيشبه كيمون؟ بيجري اوسب بسرعه وبيمسك فيه وبيطلع ان ده كيمون فعلا. بيساله انت فين، لكن ما بيكونش كيمون سامعه عشان ودانه بعيد. بيعرفوا مكانهم وبيقول لهم روحوا هناك وبيلزق في الزرافه وبيمشي بيه. بنشوف كيمون وهو شبه ميت وبيقول ان جسمه ما اتلصقش كويس بعد ما له قطعه وانه لازم يدور على شخص ينكس كيكيو. وكمان بتشوف كانجورو اللي بيكون لسه عايش، وأوروتشي كمان بيطلع عايش هو كمان وبينادى على كانجورو وبيقول له ان جه الوقت ان يقفل ستار المسرح وانه لازم يرسم النار المشتعله لعائله الكروزامي. وبيقوم كانجورو وهو متصاب وبيبدا يرسم وبيرسم وحش ناري كبير جدا على شبه السلايم كده، وبيامره انه يمشي ويولع في القلعه كلها. والسلايم الناري ده ماشي وعمال يحرق اي حاجه في وشه. الاخبار بتلف القلعه ان في وحش عمال يولع فيهم. وفي اليمه الثانيه بروك وروبين بيقتلوا اتباع كايدو اللي واقفين قدامهم، وفي نفس الوقت بيبدا السي بي يتحركوا للقبض على روبين. وماركو بقى الاغماد التسعه بيقتلوا هم كمان، واعضاء طاقم قبعه القش كل واحد منهم قدام الخصم بتاعه. اوروتشي قاعد على جنب وبيقول انه عارف ان في مخزن اسلحه ومتفجرات ضخم في القابو تبع القلعه، والوحش الناري متجه لهناك وهيفجره كله وهيفجر قلعه الغشيمة معاه. وياماتو هي كمان متجهه يمه مخزن الاسلحه، والبيج مام عماله تهاجم على وحش كايدو اللي صنعه بقوته وبتقدر بضرباتها دي انها تحطم الوحش بتاع كيد وبتخرجه منه. بيفتكر كيد ذكرياته هو ولو وبيساله انت ايقظت الفاكهه بتاعتك ولا لا، ولو بيرد عليه ايوه ايقظتها، لكن مشكلتها انها بتاخد طاقه الجسم بشكل غير طبيعي. بنشوف لو هو بيعمل روم حوالين المكان وبيضرب البيج مام بيه وبتكون ضربته قويه جدا وبيوقع البيج مام على الارض، لكن برضه البيج مام بتقوم تقف تاني وبتهاجم على لو، وكل ضربه ليها بتدمر في المكان كله. المعركه مشتعله بين الكل، لوفي على السطح والضربات بين الاثنين مزلزله المكان كله، وكل عمال يقاتل ويحارب من اجل البقاء. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط، وهل قلعه اونوغيشيما هتتدمر ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه الجايه. ايه ده، هي الاسلحه بتدوب ليه؟ دي حتى مصنوعه من الفولاذ، ده ممكن يكون قوه الشخص ده. انفجار جامد في المكان، البيج مام متصابه بهجومه تحت كميه من الحديد بشكل كبير ومتاثره جامد بالهجوم اللي حصل من شويه ده. كيد ولو بياخدوا انفاسهم بصعوبه وشكلهم مستنفذين قوتهم على الاخر. واخيرا اتغلبت عليك اياتها الشمطاء. هي دي بقى قدره الايقاظ بتاعتك يا كيد، هي انك بتقدر تمنح قدره المغناطيس دي لناس تانيين. بس دي بتدوم قد ايه يا راجل، انت شايفني غبي عشان اقول لك كل اسراري؟ في الماضي قبل 15 دقيقه تقريبا البيج مام بتهاجم على كيد بهجوم قوي جدا بتدمر له الدرع بتاعه. بيفتكر ذكرياته هو ولو وبيساله ان هو ايقظ الفاكهه بتاعته هو كمان ولا لا. ايوه اكيد ايقظتها، لكن مشكلتها انها بتاخد طاقه الجسم بشكل كبير جدا، ودي انا مخليها اخر حاجه عشان هتكون ورقتي الاخيره. لكن المشكله ان الهجمات بتاعتنا دي حاليا سطحيه على البيج مام بسبب الهاك بتاعها المزعج ده، فاستخدم ورقتك دي ودعمني في الهجوم الجاي. الاثنين بيقفوا مستعدين في وش البيج مام، اتنين من الاساطير عندهم قوه جباره جدا، العالم كله معترف بيهم وبقوتهم، متلقبين بالجيل الاسوأ على الاطلاق، كل واحد منهم قائد لطاقم قراصنه، عليهم مكافئات كبيره وده دليل على شده قوتهم، يعني مش شويه قراصنه وخلاص، قراصنه فاهمين هم بيعملوا ايه، لكن والسؤال هنا تحديدا، هل يكون كفايه انهم يقفوا قدام واحد من اليونكو؟ واحده معترف بها من جميع من في العالم، انها من اقوى الاشخاص في العالم، حتى البحريه وبقوتها المهوله دي، ما تقدرش تقرب منها او من الجزيره بتاعتها اللي
هتعيش عليها، انها اليونكو البيج مام يا سادة. الاتنين بيقفوا قدامها، لو بيفعل تقنية الروم بتاعته، بس المرة دي مش على المكان، بل بيدخلها في السيف بتاعه، وبيطير عند البيج مام وبيرشع السيف بتاعه في رقبتها. ايه ده؟ هو ايه اللي دخل في جسم ده؟ لو طالما اننا مش هنقدر نقطع جسمك فهنسبب لك الالم من داخل جسمك ذات نفسه. لو بيرشع السيف بتاعه داخل البيج مام وبيعمل موجات صوتية داخل جسمها. البيج مام عمالة تصرخ من الالم وعمالة تنزف في دم من بقها، ولسه هتهاجم على لو. بتلاقي كيد جاي من وراها وبيفعل عليها قدرة الايقاظ بتاعته. قدرة الايقاظ بتاع الكيد هو ان بيدي اي شخص جزء من قدرة المغناطيس بتاعته، وهو بيقدر يتحكم فيها عن بعد. كيد بيلمس البيج مام والحديد بيتلم عليها من كل مكان من القلعة. بسرعة يا لو، انقلنا في مكان بعيد. البيج مام الحديد عمال يضرب فيها وبقوة جامدة، وبيتلم عليها من كل مكان في القلعة وبيدفنها في الارض. في الحاضر بنشوف البيج مام بتقدر تطلع من تحت الحديد اللي كان عليها، وبتستخدم قوتها وبتاخد ارواح اتباع كايدو من هناك عشان تعزز قوتها وتحيي الاشياء الساكنة اللي جنبها عشان يحاربوا معاها. يعني بتقف البيج مام قدام كيد ولو اللي بتكون ضخمت نفسها جامد بالارواح اللي اخدتها دي. الساموراي لسه بيحاربوا اتباع كايدو، النار عماله تحرق القلعه ومش عارفين يروحوا هنا او هنا. دريك واقف قدام ابو والاتنين عمالين يهاجموا على بعض. انا لازم اهزمك دلوقتي يا ابو عشان اوفي بوعدي لقبعه القش لوفي. ابو بيهاجم على دريك. بطل الهجمات دي يا ابو، انا عارف طريقه الهجمات بتاعتك، ان لازم الشخص يسمع الموسيقى بتاعتك عشان تصيبه، لكن لو الشخص ده ما سمعهاش فهجماتك كلها ملهاش لازمه. بطل تكشف اسرار يا دريك. ولكن حتى لو عرفت جميع اسراري ففي ثلاثة من العمالقه هنا، هتقدر عليهم؟ وفجاه وهم واقفين بتدخل عليهم يا ماتو. ايه ده، اتنين من التوبي روبو هنا؟ بتعملوا ايه هنا؟ بسرعه ابو بيفكر وبيقول ان هو كده مش هيعرف يتغلب على دريك هنا، وبيروح عند ياماتو بيعرفها انه عاوز يتحالف معاها، وياماتو على طول بتقبل. وبسرعه جامده بتروح تهاجم على دريك عشان لسه فاكره ان لسه في صف كايدو. بيحاول يعرفها ان هو دلوقتي ما بقاش في صف كايدو هو كمان، لكن ياماتو بتضربه وبتوقعه على الارض. ايه ده، اسفه يا دريك، معلش مش هعرف اكلمك دلوقتي عشان مستعجله وعاصمه الظهور في خطر دلوقتي. ياماتو بتجري والعملاق اللي كانت هزمته قبل كده بيجري وراها. ابو ودريك بيجروا وراها هم كمان. في اليمة التانية السيبي وصل عند روبين، وفي شوية من قبيلة المينك هناك واقفين هم كمان عندهم وعمالين يهاجموا عليهم عشان ما ياخدوش روبين، لكن السيبي بيكونوا اقوى وبيقتلوا فيهم بكل سهولة. بروكو بياخد روبين وبيطلع يجري بيها. مش دول الاشخاص اللي كانوا في دريس روزيا روبين؟ اه هم. امال بيعملوا ايه هنا في نغشيما؟ مش عارفة بالظبط، بس دول مجموعة السيبي زيرو، ودول اقوى مجموعة بين المجموعات التسعة، ودايما اللي بيكونوا لابسين اقنعة دول بيكونوا في مستوى تاني من القوة. في اليمة التانية عند سانجي، سانجي بره القلعة وراح عند خمارة النساء، ودي بتكون على طرف الجزيرة من بره، وفجأة بيرفع عليه السلاح وبيطردوه من هناك، وبتكون في بنت مضروبة وطالع عينها، وكلهم عمالين يلوموه ان هو اللي ضرب البنت دي. سانجي واقف مش مصدق ان هو ضرب بنت، وبيفتكر اخواته اللي كان ما عندهمش مشاعر وانهم بيضربوا البنات عادي وان هو مش عاوز يكون زيهم. وفجأة بيجيله كوين، اكيد ما كنتش بتلعب جوه يا ابن الجيرمي. سانجي غرقان في التفكير وعمال يجري هنا وهنا عشان جسمه ما يتحولش ويكون عديم المشاعر زي اخواته. كوين بيتحول لشكل الهجين بتاعه وبيقف في وش سانجي. سانجي بيقرر انه هيدمر علبة الجيرمي عشان هي دي اللي مشطت قوته اللي كانت داخل جسمه، وبوم بيدوس عليها برجله وبيدمرها وبتنفجر كمان. بيقف كوين وبيتخانق مع سانجي. سانجي بيتصل على زورو اللي بيكون خارج القلعة وبيحارب كينج. ايه ده، دندانوشي؟ وده ايه اللي جابه معايا؟ انا اللي حطيته في جيبك يا زورو قبل ما امشي. طيب انت عاوز ايه دلوقتي؟ وقول بسرعه عشان انا مشغول. زورو، بعد نهايه المعركه لو لقيت اي تغيير عليا اقتلني فورا وبدون تردد. تمام ماشي، بس اياك انك تموت لحد ما يجي الوقت ده. شكرا. كوين بيهاجم على سانجي بالليزر بتاعه. سانجي بيصد ضربته وبيولع في المكان. احنا داخلين على معركه جامده من زورو وسانجي. في اليمة الثانيه ماركو شايل ايزو وبيجروا مع بعض. في ايه يا ايزو، انت مش عارف اني مصاب؟ معلش يا ماركو، بس انا قلقان من الايقاظ الضخم اللي ظهر فجاه ده. ايزو بيقصد على النار اللي رسمها كانجورو. ده المكان كله بيولع يا ايزو فعلا، المهم ما ترخيش دفاعك. تمام ماشي. في اليمة الثانيه اتباع كايدو عاوزين يخرجوا من القلعه عشان النار ما تحرقهمش، لكن الساموراي قفل عليهم المدخل ومش عاوزينهم يخرجوا من هناك. ياماتو بتجري والعملاق بيجري وراها. النار متجهه يمه القابو. اعضاء السي بي بيطردوا بروك وروبين. اليوكاي بيجيلهم في وشهم ونازل لتحت للقابو. ابو بيشوف السي بي، السي بي بيشوفوه هم كمان، وفي لحظه بيهاجموا على ابو وبيوقعوه على الارض، بس معرفش مات ولا لا. دريك بيحضر هو كمان وزي ابو بيهاجموا عليه، وفجاه بتجيله طلقه مدفع وبتنفجر فيه وبتوقع السي بي ده على الارض، وبيطلع ان ابو لسه عايش. بيحضر واحد تاني من السي بي. دريك وابو بيتحولوا للوحوش وبيهاجموا عليه. خارج القلعه كينج وزورو،
كينج طاير في السماء وفجأة بيشد راسه وبيحدف حاجة على زورو، لكن بتكون قوية جدا وجامدة جدا، بتدمر كل شيء في المكان. زورو مش عارف يصدها من قوة سرعتها وقوتها. زورو بيقف تاني وبيستعد ليه. كينج بيهاجم عليه مرة تانية. زورو بيستخدم تقنية سانتوريو وبيعمل إعصار جامد في المكان وبيجي في كينج، لكن كينج بيصد ضربته بالأجنحة بتاعته، وبسرعة تانية بيهاجم كينج على زورو بالسيب بتاعه. بيقول زورو إن أجنحته قوية جدا وبيصد أي هجوم بيها. كينج مش أكل فاكهة شيطان ولا حاجة، إنما دي قوته الخاصة. وبضربة جامدة من كينج بيقدر يسيب بيها زورو وبيوقعه على الأرض. وفجأة وهو واقع على الأرض بيسمع صوت، وبيطلع إن سيف إما بيسحب قوة زورو. زورو بيصرخ من الألم ومش عارف يعمل إيه. داخل القلعة وفي غرفة الكنوز تحديدا، أوروتشي قاعد على جنب، وفجأة بيسمع صوت موسيقى بتتعزف. بيبص كده من الباب بيلاقي كروسك اللي قتلها قبل كده موجودة هناك. بيخش لها كده وبيقول لها وأنا في حلم ولا إيه؟ بتقول له لأ ده مش حلم، وإنها سعيدة إنها شافته من جديد. بيعيط أوروتشي وبيقول لها لو ده حلم يبقى مش عاوز يصحى منه تاني. على الجانب التاني بنشوف زورو وهو بيعاني من سيف إما، وكينج مش مهتم باللي بيحصل مع زورو وبيروح يهاجم عليه مرة تانية، لكن زورو بيكون أسرع منه وبيديله ضربة ببطنه وبيحصل انفجار جامد هناك. داخل القلعة وعند سانجي، سانجي واقف قدام كوين، وكوين بيعرفه إن زورو مش هيقدر يتغلب على كينج مهما كانت قوته، لأن كينج من فصيلة نادرة جدا وهو آخر واحد من الفصيلة دي، فصيلة الوناري المنقرضة، ودول وحوش بيعيشوا في أي بيئة مهما كانت صعوبتها، عشان كده الناس زمان جدا كانوا بينادلهم بلقب الآلهة. طيب والآلهة دي ازاي انقرضوا يا كوين؟ يبقى دور انت بنفسك في التاريخ يا استاذ سانجي. بيهاجم كوين بالليزر بتاعه على سانجي. في الجانب التاني زورو وكينج واقفين ضد بعض. لو اتأخرت في تسليح نفسي بس بالهاكي كنت فعلا هتصاب من الهجوم ده. وبسرعة تانية بيهاجم زورو على كينج باسلوب السيف الواحد، لكن برضو مفيش تأثير على كينج بأي إصابة. بيحول كينج رقبته وبيشد فيها وبيهاجم على زورو بأنصال من النار بتاعته. بيحاول زورو انه يصدها بالسيف بتاعه، لكن إما عمال يخرج عن السيطرة وزورو مش عارف يتحكم فيه، وبيتصاب بهجوم من كينج بيخليه ينزف دم من بقه. المعركة حماس وجلد بين الاتنين. بيقول كينج ان اول مرة اشوف سياف مش عارف يقاتل السيب بتاعه وهيكون سبب في خسارته. بيفتكر زورو ذكرياته هو والراجل العجوز ده اللي اخد منه السيف الملعون في الجزء الاول في الازرق الشرقي، وكان بيعرفه ان السيف ده ملعون وممكن يتسبب في قتله في يوم من الايام. بيهاجم كينج على زورو بركلة قوية جدا بتدفن زورو في الارض، وبيرجع يهاجم عليه مرة تانية وبرضه بتيجي في زورو. بنشوف زورو هو بيفتكر ذكرياته مرة تانية وهو صغير، وانه كان قابل راجل عجوز قاعد على الشط بيصطاد، وهو اللي اسس الدوجو بتاعه المبارزين بالسيف. وفي الاصل الراجل ده كان من بلد وانو، ومشي من بلد وانو بطريقة غير شرعية من 50 سنة، وانه كان حداد ماهر جدا، وهو اللي صنع السيف اللي كان مع كورينا اللي مع زورو حاليا. وبيقول انه هو في شبابه صنع سيف قوي جدا لدرجة ان كان جسمه بيقشعر لما بيلمسه، وكان مسميه ملك الجحيم العظيم، وبيكون السيف ده هو اما. بيقوم زورو مرة تانية وبيمسك بالسيف المرة دي وبكل كفاءة. بيقول زورو ان السيوف بتكون صريحة وما بتشيلش حقد اتجاه حد، وان هو بس ضعيف على حمل سيف اما معاه، لكن هو مش فاهم ازاي اودين كان بيقاتل بيه بكل حرية كده، حتى انه كان بيمتص قدرة كبيرة جدا من الهاكي بتاعه. بينادى على إما لكن إما ما بيردش عليه برضه. بيقف زورو وبيبص لإما وبيقول لو فضلت أخرج كمية الهاكي دي يبقى مفيش غير الموت هينتظرني. بيبص له كينج وبيقول له أنت كمان عاوز تبقى ملك؟ لكن بيرد عليه وبيقول له لأ أنا عاوز أكون أقوى سياف على وجه الأرض، لأنه وعد بيه القائد بتاعه وصديقته اللي ماتت. في داخل القلعة انفجار جامد بيحصل جوه. شوية من النساء بتحاول تبعد عن المكان وعاوزين يهربوا ويروحوا بلد وانو. غلبانين أول حريم دي والله، مش عارفين إن بلد وانو هي كمان على وشك الهلاك. خارج القلعة مومونوسكي عمال يحاول انه يعمل غيوم زي كايدو، لحد ما الحمد لله قدر يعمل غيوم بس صغيرة، بس اهو بيحاول عشان ينقذ بلدوان. في طابق العرض احنا لازم نخرج من القلعة دي وإلا هنولع كلنا. في اليمة التانية كوين عمال يهاجم على سانجي بليزر من عينه وبيتسبب في انفجار جامد جدا. ايه ده ليزر من عينك؟ القدرة دي تشبه اللي عند اخويا هيناري. سانجي بيتفاداها في اخر لحظة، ولكن كوين بيهاجم بسرعة تانية عليه بصعق الكهرباء وبيستخدم نفس قدرة اخواته برضه. اكيد عرفت التقنيات دي بتاعت مين يا سانجي؟ دي كلها تقنيات الجيرمي 66. انا كنت ناوي اوريها لك كلها بعد ما تلبس اللبس الجيرمي بتاعك، لكن بما انك دمرتها فلازم اواجهك بيها دلوقتي. كوين مش راحم سانجي وعمال يهاجم عليه ويضرب فيه. انا كنت عاوز اهزمك وانت لابس البدله دي عشان اعرف ابوك ان اختراعاتي احسن منه وان تقنيات الجيرمي قابله للاستنساخ. كوين نازل ضرب في سانجي ومش مديله اي فرصه. سانجي وقع على الارض ومش قادر يتحرك، لكن بيقدر يقوم تاني وبيقف من جديد. انا حذرتك انك تناديني باسم الجيرمي مره تانية. سانجي بيولع رجله وبيضرب كوين ضربه قوية جدا بتخلي كوين يركع على الارض قدامه. كوين بيقف وعمال يضايق في سانجي تاني، وفجأة كوين بيختفي من قدام سانجي وبيطلع انه نسخ التقنية بتاعته هو كمان. ايه ده انت بتختفي انت كمان؟ طب انا كمان برضو ممكن اقدر اختفي
عادي يعني. سانجي بيجري بسرعه جامده جدا وبيقدر فعلا يخفي نفسه من شده سرعته. الاتنين بيختفوا من المكان تماما، ولكن سانجي بيعرف مكانه بالهاك بتاعه وبيروح يضرب كوين ضربات جامده جدا ورا بعض، وبيسدد اخر ضربه لكوين اللي بتكون قويه جدا وبتطيره في السقف اللي فوقيه وبيهزمه اخيرا. خارج القلعه هاكي كبار بيظهر في المكان، وبنشوف ان زورو هجم على كينج وقدر يجرحه اخيرا وبيكسر الكناع بتاعه. بيقول زورو ان فهم قدرته وقت ما النار اللي على ظهره دي بتتفي بيكون اسرع، لكن بيكون ضعيف في الدفاع جدا. بيشيل كينج بقيه القناع اللي على وشه وبيشوفوه رجالته. ايه ده، يبقى الشائعات دي صحيحه؟ اجنحه سوداء وشعر ابيض، الحكومه هتمنح اي حد 100 مليون بمجرد بس ان يدله على مكانه. لكن الكارثه بقى ان كينج بيسمعهم وبيروح يولع فيهم. من المفروض انك بتحمي اتباعك مش تقتلهم، لكن سيبك منهم وتعالى طلع كل غضبك عليا انا. انت من فصيله ايه؟ مش هتستفيد حاجه لو عرفت. كينج بيتحول لشكل الوحش بتاعه وبيطير في السماء وبيرجع يهاجم على زورو تاني، وزورو بيحاول يصدها، لكن في نفس اللحظه بيهاجم كينج عليه باسلوب اللهب بتاعه وبيطير زورو بعيد شويه. انا لازم انهي القتال ده بسرعه والا السيف ده هيقتلني. كينج واقف بعيد شويه وشكله متصاب. زورو بيستعد وبيمسك سيوفه جامد. كينج واقف بعيد وبيفتكر ذكرياته مع كايدو لما حرره من البحريه، وبيعرفه انه هيجمع طاقم للقراصنه وعايز يجي معاه. بيساله كينج انت هتقدر تغير العالم ده؟ بيعرفه كايدو انه هو الوحيد القادر على كده. بعدها بيدمروا المكان اللي هم فيه وبيخرجوا من هناك، وبيكون كينج الدراع اليمين لكايدو. بنشوف زورو هو هجم على كينج لكن بيقدر انه يصدها. بيقول زورو في نفسه طالما ان النار دي مولعه فملهاش لازمه اني هاجم دلوقتي، لكن بسرعه كينج بيستخدم لهب التنين وبيهاجم على زورو. زورو بيقدر يتفاداها وبيلاقي كينج بيهاجم عليه بسرعه جامده جدا، لكن برضه زورو بيقدر يصدها وبيحاول يبعده عنه. وبنشوف ان كينج عاوز ياخد سيف اما من زورو، وبسرعه جامده من كينج بيهاجم على زورو تاني. بيقول زورو ان كده بقى سريع جدا ودفاعه مفتوح تماما، وبيهاجم زورو بسرعه هو كمان، وبيقدر يجرح كينج في نص جسمه وبيقع هما الاثنين على الارض. انا شايف انك فهمت خصائص جسمي، واخيرا فهمت انك ما كنتش ليك اي فرصه قصادي. ما ينفعش مخلوق زيك انه يفكر انه يهزمني. كينج واقف وبيبص لزورو بحقد وبيقول لزورو اني هفتكرك في يوم من الايام اني واجهت سياف قوي زيك. المهم بيجمع قوتهم هما الاثنين وبيهاجموا بهجوم قوي جدا من الاثنين على بعض، لكن زورو بيجري على التنين وبيقسمه نصين وبيطير على كينج هو كمان وبيقتل وبيقطع جناحاته كمان. بيفتكر كينج ذكرياته مع كايدو وهم كانوا بيتكلموا عن الجي بوي، وكينج كان معتقد ان كايدو هو الجي بوي، لكن بيفوق من حلمه على هزيمته من زورو، وبكده المنتصر في المعركه دي هو زورو. بتشوف باو ان زورو هزم كينج وبتعرف كل اللي في قلعه اوغوشيما، لكن البيج مان بتكون عندها راي تاني وبتقول طالما الوحشين الحقيقيين لسه موجودين وما تهزموش يبقى كل الانتصارات دي ملهاش اي لازمه. وفي الخارج بره مومونوسكي بيحاول يشوف طريقه يتجنب بيها سقوط قلعه اوغوشيما لو لوفي هزم كايدو ولا حاجه. وداخل القلعه بنشوف العملاق ده بيهاجم على النار دي عشان فاكر ان كده هيوقفها، لكن بدون اي فايده مع النار عشان النار بتقدر تعدي من اي جدار او اي انسان وبتحرقه برضه. وكمان اوسب واقف عند كيمون وعمال يضرب في اتباع كايدو عشان عاوزين يقتلوا كيمون، وكيمون رائد على الارض ومش قادر يتحرك. بيقول كيمون لاوسب انه ما يهتمش بحياته بس ينقذ كيكيو من الموت، لحد ما فجاه بيجي ايزو للمكان وبيهاجم على اتباع كايدو مع اوسب. الكل عمالين يهاجموا على بعض ومفيش اي فرصه لاي حد. النار حواليهم من كل مكان. رايزو رئيس النينجا واقفين ضد بعض هما كمان، وكل واحد عمال يتكلم مع التاني. اوروتش عاوز ياخد كوروسكي ويمشي من المكان قبل ما يتدمر. العملاق وابو عاوزين يهربوا هما كمان من المكان. السي بي بيقتلوا واحد من العمالقه ودريك معاهم هو كمان. كيلر مقطع هوكيزو واقف قدامه. زورو فقد الوعي ونايم بره القلعه. البيج مام واقفه قدام كيد ولو. مصير القراصنه دي هيتكرر في المعركه دي. هاكي جبار بيزلزل المكان كله. ضربات وهجمات من كايدو ولوفي بتخلي المكان كله يترج. لوفي بيهاجم على كايدو. كايدو بيصد هجومه. كايدو بيضرب لوفي ضربه قويه. لوفي دماغه بتجيب دم. هجمات وسرعات فوق الوسط. تصادم هاكي فوق الجمدان. تغيير جذري في عصر القراصنه. خوف وقلق البحريه من هزيمه كايدو. اتجاه اسطول كامل لبلدوانو. الظلام دامس في السماء. وصول زانيشيا لبلدوانو. طبول الحرب بتضرب من جديد. كل دول متجهين لبلد واحده، لكن ايه السبب؟ محدش عارف. في بلد وانو يوم واحد في السنة الناس كلها بتكون سعيدة ومبسوطة فيه، كلهم بيشربوا وبيسكروا على قد ما بيقدروا، كل الناس سوا مفهومش غني أو فقير، كلهم بيشربوا عشان ينسوا المعاناة اللي شافوها في حياتهم. لكن هل فعلا هيفضلوا مبسوطين على طول ولا هترجع المأساة عليهم من جديد؟
على سطح قلعة انغوشيما. لوفي وكايدو لسه بيضربوا بعض. كايدو عمال يشرب خمرة ومش مهتم بلوفي. كايدو ملهوش وصف، مهما هنتكلم عليه برضو مش هنديله حقه كل القتالات دي وبرضو لسه صامد. انت عارف ان النهاردة مهرجان النار يا قبعة القش، لكن انت جيت انت واصدقائك وخربت الدنيا على الاخر. كايدو سكران وعمال يضحك وبيقول انه مستمتع النهاردة. انت شربت كتير يا كايدو، لكن خليك عارف ان لو هزمتك دلوقتي فمش هتبقى ليك حجة. ما تكونش غبي يا قبعة القش، لو انا عارف ان الخمرة هتضعفني ما كنتش شربتها، لكن انا شربتها بس عشان انا اعرفك اني قبلت بيك كمنافس ليا. لوفي بيضخم ايده وبيضرب كايدو بيها. يا ترى كم من السنين عدت وانا بدور على شخص يواجهني راجل لراجل. وبوم، كايدو عضلات جسمه اتضخمت اكتر من الاول وبيستعمل الهاك بتاعه في السلاح بتاعه وبيهاجم على لوفي بهجوم قوي جدا بيزعق لوفي حرفيا. ولوفي فعلا بيتصاب منه ومن شدة قوة الضربة السقف داخل القلعة بينهار تماما. لوفي عمال يصرخ من الالم وكايدو مستمتع باللي هو بيعمله. بيقول كايدو انه هو مش عارف يحافظ على قلعة واحدة بس سليمة، معنى كده انه بنى قلع كتيرة ودايما كانت بتتدمر. لوفي لسه واقع على الارض وعمال يصرخ وبيقول ان كانت ضربته جامدة جدا. كايدو بيتحول لتنين وبيكون سكران وعمال يكلم لوفي عن القلعة بتاعته. كايدو بيعمل اعصار جامد في المكان ولوفي بيحاول يهاجم عليه، لكن فجأة بنشوف كايدو عمال يعيط. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وبيقول للوفي انه يبعد عنه شوية، انا مش فاهم بالظبط ايه. لحد ما فجأة بيرجع لشكل الهجين بتاعه وبيهاجم على لوفي من جديد، لكن لوفي بيقدر يتفاداها وبيروح هو يهاجم عليه بهاك الريو وبيضرب كايدو بيه. لكن هل ده كفاية؟ لا والله. وبسرعة جامدة من كايدو بيروح يضرب دماغ لوفي، بتخلي دماغه تتكسر من مكانها حرفيا. وتصادم الهاكم ما بينهم هما الاتنين بيدمر المكان كله من حواليهم. لوفي بيطير في السماء وبيقول هي الخمرة دي فيها سحر ولا ايه؟ ده الهاك بتاعه زاد قوته 10 مرات. ومع احلى هجوم ناري من كايدو على لوفي بينسف الواقع نصين، لكن لوفي بيطير في السماء وبيضخم ايده وبيطير بيها على كايدو من جديد وبيفضل يضرب فيه. لكن كايدو برضه مش سهل، ده بيقول انه يضربه اقوى من كده عشان عاوز يفوق من الخمره اللي شربها دي. ايه يا كايدو العظمه دي، عظمه على عظمه يا وحش. ومع اخر هجوم من الاتنين بيفشخوا بعض حرفيا، اللكمات غير منتهيه من لوفي وكايدو بيدمروا كل حاجه من جنبهم. ومع اخر ضربه رجل من لوفي على كايدو بيفشخوا حرفيا. كايدو عمال يجيب دم من بقه وحالته تصعب على الكافر. في اثناء الوقت ده بقى في الارض المقدسه تحديدا بنشوف اقوى سلطه في البحريه وهم خايفين من الحرب اللي شغاله دي. واحد منهم بيقول اننا لازم نهاجم على بلدوانه ونستغل الوضع ونقبض على نيكو روبيل، لكن واحد منهم بيقول له لا اهدى، اي غلطه مننا هتكلفنا كتير، وخصوصا ان كايدو والبيج مام هم اللي بيقتلوا بنفسهم، ودول لما بيحاربوا مع بعض وفي صف واحد الدمار بيحل على المكان كله. وفي اللحظه دي سفن البحريه متجهه يم بلدوانه في حاله سكوت كايدو هيتم القبض على نيكو روبيل. وفجاه ظلام دامس بيحل عليهم والجنود مش عارفه ايه ده بالظبط. نرجع للجروسكي مره ثانيه وهم بيتكلموا عن فاكهه شيطان اسطوريه وان مفيش حد من اللي اكلها قبل كده عرف يايقظها، وهم حاليا خايفين من ايقاظ الفاكهه دي، والفاكهه دي هي قوه المطاط بتاعه لوفي. وبيطلع كمان انهم عملوا اللازم مع العالم كله عشان يغيروا بس اسمها، ودي عشان يمحوا اسمها الحقيقي من سجلات التاريخ. وبوم، بنشوف الظلام اللي كان بيتكلم عليه احد جنود البحريه بيطلع هو ظل الفيل الاسطوري زانيشا بذات نفسه، وهو كمان متجه يمت بلدوانه. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ نرجع بقى لبلدوانه وداخل القلعه وفي طابق العرض تحديدا لسه رايزو ورئيس النينجا واقفين ضد بعض. انا مش عارف ايه المعركه اللي بالكلام دي. وفي الطابق الثاني الساموراي واتباع كايدو كلهم محشرين جوه القلعه والنار عماله تقرب منهم ومش عارفين يخرجوا، لحد ما بيجي جيمبي وبيقول لهم انهم يخرجوا من هنا. يعني جاب التايه بصراحه جيمبي ده، ان ايران عماله تنتشر بشكل كبير والناس عماله تحترق ومش عارفين يعملوا حاجه قدامها. وفي اليمة الثانيه اتشوبر بيرجع لشكله الاصلي من جديد، لكن بيكون خايف على زورو بسبب الدواء اللي اخده ده، لان الدواء اللي اخده ده فيه قدره شفاء جامده جدا، لكن بعد مفعوله ما يخلص هيزيد عليه الالم اضعاف اضعاف. بنشوف زورو وهو خارج القلعه وعمال يتكلم مع حد، وبوم دوامة بتفتح قدام زورو وبيخرج منها شخص عامل زي حاصد الارواح كده وعاوز يهاجم على زورو، وزورو راقد على الارض ومش قادر يتحرك تاني. وفرانك داخل القلعه وعمال يدور على زورو ومش لاقيه. الحارس شغال في القلعه وعمال يحرق اي حد. ايزو واقف ضد السي بي وبيكون طالع عينه بسبب القتالات اللي خاضها من شويه. بيعرفوه السي بي انهم ممكن ما يكلمهوش بس ان هو يبعد عنهم وعن طريقهم وما يحاولش انه يوقفهم انهم ياخدوا نيكو روبين، لكن طبعا ايزو بيرفض وبيقف قدامهم. وبنشوف ياماتو اخيرا وصلت للقابو وبتلاقي المتفجرات في وشها، والسلايم نازل هو كمان للقابو عند المتفجرات بتحاول تهاجم عليه
عليه لكن بدون اي فايده على السلايم. وفي اليمة الثانيه كيد ولو مضروبين وطالع عين اللي جابهم ومرميين على الارض. البيج مام واقف في وشهم وعماله تتريق عليهم. الطاقم بتاعهم عاوز يساعدهم لكن هيل الرعد بتوقفهم. المعركه جامده جدا، الكل نزل ضرب في بعضه. يا ترى مع المعارك دي كلها مين هينتصر في الاخر؟ كايدو اللي فوق في السطح ونزل ضرب في لوفي، ولا البيج مام اللي طحنت كيد ولو؟ لو بيصحى من جديد وبيستخدم الروم في السيب بتاعه وبيغفل البيج مام وبيرشق السيب بتاعها في رقبتها تاني، وبيعمل موجات صدمه داخل جسم البيج مام بيخليها مره تانيه تصرخ من الالم. بيحاولوا اتباعها انهم يهجموا على لو، لكن كيد بيفوق من جديد وبيسحقهم كلهم بالوحش بتاعه. ابطالنا بيقفوا في وش البيج مام من جديد وعندهم اصرار انهم لازما يهزموها باي طريقه. في خارج القلعه مومونوسكا اخيرا قدر يعمل غيوم حوالين الجزيره وبيشدها وعاوز يبعدها عن بلد وانو. وفجاه بيسمع صوت داخل راسه بس مش عارفين الصوت ده جاي منين. وداخل القلعه كيد هجم على البيج مام ورماها على الارض، الكل واقف مبسوط وعمال يهتف ليهم. كيد ولف مشهد كوميديا على مين اللي ضربته كانت اقوى على البيج مام، لكن البيج مام بتقف من جديد وبتخلصهم من وجع الراس ده وبتعرفهم ان ضربه لو هي اللي كانت الاقوى عشان اثرت على ضلوعها من الداخل. وبعدها البيج مام بتطلع روح من جسمها وبتشفي كل جروحها من جديد. لو بيعرف كيد ان هو خلاص هيستخدم اخر قوته، وكمان كيد بيقول له نفس الكلام. البيج مام بتستخدم السيب بتاعها وبتستخدم هيل الرعد معاها، وبضربه جامده من البيج مام بتقسم وحش كيد نصين. كيد بيلحق نفسه وبيخرج من الوحش وبيطير على البيج مام، وبما انه كان لامسها قبل كده ومديها جزء من قوته فبيستخدم قوته وبيرميها على الحديد اللي وراها. البيج مام واقفه مش عارفه تتحرك عشان المغناطيس ماسك فيها، وكيد بيجمع راس الوحش من جديد وبينطح البيج مام، لكن البيج مام بتقدر تتحرك وبتشيل الارض من تحتها وبتصد ضرب كيد. كيد واقف مصدوم من اللي هو شايفه قدامه. البيج مام بتقف من جديد ومحمر عينيها والغضب ماليها وبتديهم ضربه واحده بالسيب بتاعه وبتبعدهم كلهم، لكن لو بيطير الحديد بتاع كيد وبينزل بيها فوق دماغ البيج مام بيدمرها حرفيا وبيطير عليها الثنائي الثاني. ولو بيفعل تقنيه السيب بتاعه وبيضرب في البيج مام لدرجه ان السيب بيخترق قلعه اونغوشيما وينزل لبلد وانو. البيج مام مفشوخه حرفيا، البيج مام عماله تصرخ من الالم، ولكن كيد بيطير فوقيها وبيعمل سلاح على شكل مدفع كده وبيوجهه يمه البيج مام وبيضرب البيج مام بيه بيخليها تصرخ من الالم. قوه الضربه بتقسم قلعه اونغوشيما النصين، لكن الكابوس ده مش بينتهي. البيج مام بتضحك في وشهم وهي تحت الهجوم وماسكه في الارض بايديها، وكيد عمال يهاجم عليها ومش عاوز يستسلم نهائي. كيد ولو وصلوا لاقصى حدودهم من القوه. البيج مام بتفعل عليهم تقنيه السل سلب الارواح، اتباع كايدو ارواحهم عماله تتاخد منهم الواحد ورا الثاني ما عدا لو وكيد اللي ما عندهمش ذره خوف واحده من البيج مام. المعركه فوق الخيال والوصف، لكن بنشوف لو بيقول لها اكيد صرخه هزيمتك هتكون عاليه جدا وانا مش حابب اسمعها. بتحاول هيلا انها تهاجم عليهم لكن خلاص فات الاوان. لو بيعمل روم حوالين البيج مام بس وبيخفي كل الاصوات داخل الروم ده، وبكده البيج مام مش عارفه تنادي على حد او حد يسمعها ومش عارفه تاخد ارواح حد من الموجودين عشان تعزز قوتها. وكيد لسه نازل عليها بالمدفع ده، البيج مام لسانها طالع من بقها وخلاص على وشك الهزيمه. بتحاول تنادي على اي حد لكن مفيش اي صوت طالع منها، وكل عمال يشوفها وهي عماله تنزل من طابق لطابق. يا مات واقفه هي كمان، لكن بتكون واقفه قدام الصلايم، والصلايم الناري ده طلع بيتكلم وبينادي على اوريتش عشان يديله امر انه يحرق الكل. المعارك من كل مكان، البيج مام نزل على الارض، بروك بيهرب هو وروبين، اوريتش نايم على الارض ومش عارف ده ميت ولا ايه، زورو رائد على جنبه وعمال يجيب دم من كل مكان. البيج مام بتخرج من قلعه اونغوشيما وبتدخل في مكان غريب في الارض وبتنفجر هناك، وبكده تمت هزيمه واحده من اليونكو اللي هي البيج مام. الكل بيكون فرحان ومبسوطين. بره القلعه مومونوسكي بينادي على ياماتو وبيسالها هي فعلا في قنبله انفجرت؟ ايوه يا مومونوسكي فعلا في واحده انفجرت، لكن ما تقلقش انا قدرت اتلج الكنابل التانيين عشان ما ينفجروش. طيب كويس، انا مبسوط انك لسه بخير، بس عاوزك تسمعيني كويس، زونوشيا قرب مننا جامد. ايه ده انت بتقصد زونوشيا اللي كان مكتوب في مذكرات اودين؟ ايوه هو، لكن ده بيكون صديق الجي بوي اللي ارتكب جريمه من 800 سنه. انا اتكلمت قبل كده مع زونوشيا لكن ما قدرتش اعرف تفاصيل مهمه عن الموضوع الجريمه ده. وفجاه زونوشيا بينادي على مومونوسكي من جديد ان مستني الاوامر بتاعته عشان هو جاي يقاتل معاهم. ده شيء جميل يا مومونوسكي انك تقدر تتكلم مع الفيل ده زي ما توقع اودين تماما، انت اللي هتقود العالم لفجر جديد. بعد ما قرأت مذكرات ابي اكتشفت اني مش لازم اموت، ولكن ابي قطع اهم ورقه في المذكرات دي كلها. كنت عاوز اعرف ايه الشيء اللي شافوه ابي وروجر في الجزيره الاخيره اللي خلوهم يضحكوا كده. انا مش عارف كان هدف ابي ايه بالظبط، ولكن لو كان ابي موجود حاليا وسطينا كان هيخلينا نفتح حدود وانو. انا معترف اني مش ذكي، لكن لو فتحت حدود وانو دلوقتي هيعرض شعبها للخطر، فمش عاوز افتح الحدود بتاعتها. في الطابق الثالث وفي معركه رايزو ورئيس النينجا، المنتصر هو رايزو بسبب النار اللي مسكت في الاثنين ورئيس النينجا مات
مات ورايزو هو اللي فضل عايش بعدها. والله معركه كفته وعبيطه قوي. في مستودع الكنوز روتش واقف وغضبان جدا من ان الخادم بتاعه اتهزم ضد رايزو، وكمان بيروح يتخانق مع كروموساكي عشان عماله تعزف. وفجاه السقف بيقع على اوروتشي، وكمان مش عارف يتحول لشكل الوحش بتاعه، وبتطلع ان البنت دي طعنته بمسمار من الكروسكي اللي بيبتل فواكه الشيطان، وبنعرف ان البنت دي كان ليها علاقه باودين. بينتقل المشهد للقابو تحت، وبنشوف ان السي بي هجموا على ايزو، لكن بسرعه ايزو بيضرب واحد منهم بالنار وبيوقعه على الارض. بيجي امر للشخص ده من الجروسكي شخصيا انه لازم يقتل قبعه القش لوفي حالا. بيعرفهم ان المهمه دي مستحيله لانه بيقاتل كايدو دلوقتي، واي تدخل ما بينهم احتمال كبير انه يموت. بنشوف اوسب وهو واخد كيمون وكيكو على الزرافه دي وبيحاولوا يخرجوا بره القلعه، وواندا وكروت ونيكوماموشي بيحاولوا يدخلوا جوه القابو من القلعه عشان يساعدوا الناس اللي هناك. وفرانك اخيرا بيقدر يلاقي زورو، بس بيكون فاقد الوعي وغرقان في دمه. الكل تحت بيعرف خبر هزيمه البيج مام وبيكونوا سعداء جدا. بيقول كيد لولو احنا لازم نستعد عشان نطلع عند كايدو فوق. لا يا كيد، اكيد كايدو هو اللي هينزل لنا لتحت، بس انا حاليا ما عنديش طاقه خالص ان اقدر اواجهه بيه. الاثنين طالع عينهم ومرميين على الارض. كايدو ولوفي عمالين يهاجموا على بعض بهجوم قوي جدا، وكايدو بيلاحظ ان البيج مام اتهزمت وما تبقاش غيره خلاص. كايدو بيتعصب جامد وبيضرب لوفي ضربه قويه جدا بتطيره بعيد، وبيفتكر ذكرياته هو والبيج مام لما كانت صغيره وحلوه وجميله ورفيعه. انا مش فاهم هي دي ازاي البيج مام بصراحه، يعني البيج مام لما كبرت شويه جالها انتفاخ يعني ولا ايه، ولا كانت بتاخد برشام عشان تزيد؟ انا مش فاهم بصراحه، فاللي فاهم يكتب في الكومنت تحت. المهم كايدو بيفضل يعيط على البيج مام وبيقول احنا قلنا النهارده اننا هنعصر على الوان بيس، لكن لوفي مش مهتم باحزان كايدو وبيتحول لسنيك مان وبيضرب كايدو ضربات سريعه ورا بعض وكلها بتيجي في كايدو. بيقول لوفي ان هو مش مهتم بطموحه ده، وان هو مهتم بحاجه واحده بس، هي انه يطرده من بلدوانه. في اليمه الثانيه بنشوف دريك قدر يقف من جديد وبسرعه جامده منه بيرشق السيف بتاعه في العضو ده، وبنشوف الشخص ده وهو عمال يجيب دم من بقه، لكن وفجاه بيختفي من على سيف دريك، وبصابع واحد بيضرب دريك في صدره. دريك عمال ينزف في دمه وحالته بالبله. وفي عاصمه الزهور الناس كلها بتحتفل ومش مهتمه باي حاجه خالص. وفي معركه السطح لوفي عمال يضرب في كايدو ومش رحمه خالص. المعركه جامده ما بينهم، كايدو سكران وبيستقبل كل هجمات لوفي. كايدو عمال يتقلم من اللكمات، بس بيقول جمله غريبه جدا ما كانش حد فاهمها. بيقول ازاي اللكمات دي بتغير مسارها، وان دي مش من خصائص المطاط الطبيعيه. كايدو بيتقلم ومستغرب من هجماته، لحد ما كايدو بيترجى لوفي ان يوقف هجومه ده، لكن برضه لوفي مازال بيلكم فيه. لكن بنشوف كايدو بيتحول للتنين وبيقول لوفي انه هيقلد حركاته اللولبيه دي. انا مش فاهم بصراحه، هل كايدو بيستظرف على لوفي ولا ايه الكلام؟ وفجاه كايدو وبسرعه جامده بيروح يضرب لوفي ضربه قويه. لوفي عمال يصرخ من الالم، وكايدو بيطير في السما تاني وبيضرب على لوفي بهجوم ناري من بقه جامد جدا، بيخلي لوفي يخترق قلعه انغوشيما كلها من الهجوم وبيرميه بره القلعه كمان. لوفي متصاب من الهجوم ده، لكن لسه برضه صامت قدام كايدو، بس خلاص صموده ده مش هيفضل كتير وفاضل له كام دقيقه بالعدد ويرجع لهيئته الاصليه. بيطير لوفي في السما وكايدو بيلف حواليه من جديد، ولوفي بيهاجم عليه، وفي نفس الهجوم كان كايدو بيهاجم عليه هو كمان. الاثنين الهجوم بتاعهم بيخبطوا ببعض وبيزلزل المكان كله، لكن كايدو في لحظه وبسرعه خاطفه جدا بيغفل لوفي، بيرجع لتطور الهجين بتاعه وبيجري على لوفي بسرعه جدا وبيديله احلى ريوم هاكي من كايدو، بتفشخ لوفي حرفيا وبتفقده الوعي كمان. الهواء بيخرج من بقه لوفي وخلاص قوته بتروح منه، لكن لوفي بيفوق في اخر لحظه وبيسد بقه عشان الهواء ما يخرجش. بيقف لوفي تاني وبيقول ان هو هيضربه اخر ضربه ليه، ولو ما نفعتش هيخسر القتال ده، وبيستعد عشان يهاجم على كايدو. وكايدو هو كمان عاوز يضرب لوفي تاني، الاثنين بيهاجموا على بعض وبكل قوتهم، وفجاه بيظهر عضو السي بي ده من ظهر لوفي وعاوز يضربه. لكن قبل ما يضربه كان كايدو ضرب لوفي ضربه قويه جدا بيكسره وبتكسر جسمه كله. كايدو فشخ لوفي حرفيا، كايدو خلى لوفي مش نافع تاني. قوه ضرب كايدو كانت كفيله انها تهزم لوفي. لوفي خسر في الوقت ده. مومونوسكي مش سامع صوت لوفي تاني. اعلان رسمي وصريح من الكاتب ان في معركه السطح قتال لوفي ضد كايدو المنتصر فيه هو كايدو ملك الوحوش. دي تالت مره لوفي يخسر فيها قدام الوحش الكاسح ده. وبوم تاني كايدو بيلاحظ عضو السي بي واقف جنب لوفي وبيروح يهاجم عليهم هما الاثنين وبيفجر المكان كله. وربنا اول مره استمتع بفصل وانا بكتبه، لدرجه اني كنت بحاول اكتب الكلام صح وبطريقه حلوه تناسب عظمه الفصل ده. الفصل ده هو ال 1043 عشان اللي عاوز يروح يشوفه ولا حاجه. وداخل القلعه السطح بيقع عليهم من فوق. السطح بيقع علينا يا كمات سوسان، انا مش هسيب ليا صديق هنا، امشي انتوا فلا شرف في الموت حرقا. وبوم هجوم ناري بينزل على الساموراي وبيحرق فيهم، وبينزل كايدو داخل القلعه وبيدور على مومونوسكي. خلاص كده كايدو قرر يجلد الكل، مفيش كلام اقدر اقوله بعد كده. الموضوع خرج عن سيطره الكاتب، الكل واقف مصدوم. كي لو اتشبر
والساموراي كلهم مفزوعين من الأسطورة اللي قدامهم ده كايدو ملك الوحوش. أتباع كايدو كلهم مبسوطين من انتصار القائد بتاعهم. كايدو بيشوف شوية من الساموراي قدامه وبيهاجم عليهم، لكن في آخر لحظة بيدخل العمقاء ماركو وبيلف بأجنحته وبيصد ضرب كايدو. نامي منهارة على الأرض وعمالة تعيط بسبب خسارة لوفي، لكن ماركو بيدخل وبيعرفه من القتال لسه مستمر ومحدش ييأس. بيبص له كايدو وبيقول له عن ضمك ياد انت وهو، قلعة انغوشيما هتنزل في عاصمة الزهور زي ما هو مخطط ليها. انا مش زي اوروتشي، هكون لطيف معاكم والشغل التعبان ده. بلد وانو هي عبارة عن مصانع ضخمة لتصنيع الاسلحة فقط، وكل اللي فيها من رجالة وحريم واطفال هيكونوا خدام عندي وتحت امري كمان، وانا هشغلكم عندي لحد ما تعجزوا من الارهاق والتعب، وبعد كده هقتلكم. هي دي هتكون حياتكم، فالعبيد بيتعوضوا في اي وقت. انتم اللي عملتوا في نفسكم كده للوقوف في وشي. يخرب بيت عقلك يا كايدو. كلماته اثرت على ارواح الساموراي وخلتهم مفزوعين من اللي هيعملوا فيهم. كايدو عمال يدور على مومونوسكي عشان يقتلوه. اتباع كايدو بيتجه يم كيدا عشان يقتلوه. كيدو لو مش قادرين يتحركوا، لكن اتباعهم بيقفوا في وشهم وبيدافعوا عن القاده بتاعتهم. نيكو ماموشي بيجري ومتجه يم كيد هو كمان. المكان كله اتملى بالنيران والساموراي مش عارفين يعملوا ايه. الدنيا دمار وخراب على الاخر. كيد بيقرر انه هيروح يقاتل كايدو، ولو مستأمن ان لوفي خسر وشكله كده هو كمان، ما قداموش حل غير ان يحارب مع كيد هو كمان. في اليمه الثانيه ياماتو عاوزه تروح تحارب ابوها، لكن مومونوسكي بيوقفها وبيعرفها ان ابوها خصم قوي جدا، ومن شدة قوته لوفي بذات نفسه خسر قدامه. لو رحت تقاتليه فده مش هيزيد غير عدد الضحايا فقط. الامر محبط تماما، لكن مفيش قدامنا غير حل واحد وهو الاستسلام. لا طبعا يا مومونوسكي، انا مش هخليك تعمل كده. مومونوسكي مستوى عاوز يستسلم، عاوز ينقذ الساموراي المتبقيين. ايه الفايده من الضحايا اللي ماتوا دي يا مومونوسكي؟ الاستسلام مش هينقذهم بكل الاحوال. لو فضلت متماسك على الاستسلام ده فانا افضل الموت على اني استسلم. مومونوسكي واقف بره القلعه ضد ياماتو. الساموراي كلهم لسه بيحاربوا ضد اتباع كايدو. كايدو نزل حريق في الساموراي اللي قدامه. مفيش امل لحد طول ما كايدو موجود. الامل مفقود والروح مظلومه. دي عايزه معجزه تخرجهم من اللي هم فيه. كانت روح الامل موجوده وقت هزيمه البيج مام. كنا حاسين باحساس جميل، حاسين بروح الانتصار في المعركه. كانت روح الامل موجوده وقت قتال لوفي كان بيقاتل كايدو. جوه القلعه خراب ودمار، وبره القلعه لوفي مرمى على الارض. ولكن هل يكون في امل واحد نتمسك فيه ولا دي النهايه؟ مفاجاه، وصول زانيشا البلد والله. مومونوسكي انا بسمعها. هي ايه دي يا زانيشا؟ انا حاسس بيها. الشعور ده بيرجعني بحنين الماضي. برضو بتقصد على ايه؟ انا مش فاهمك. انا سامع دقات طبول التحرير. مومونوسكي واقف مظلوم ومش فاهم هو بيتكلم على ايه. انا ما سمعتش الدقات دي من 800 سنه فاتت. هو موجود معانا هنا. طب هو مين؟ قولي. هو هنا، انا حاسس بيه. وفجاه الوقت بيقف. احساس رهيب في المكان. في دقات طبول بتتضرب اكنها طبول حرب، طبول انفقدت من زمان جدا وكل كان مستنيها. في حاجه بتحصل، حاجه بتحصل في المكان. اللحظه دي شكلها هي اللي هتحسم الامر كله. لحظه الامل، لحظه طلوع فجر جديد. قوه تخاطر جامده جدا بين زانيشا ومومونوسكي. عن مين بتتكلم يا زانيشا؟ انا بتكلم عن الجي بوي. انت بتقول ايه يا زانيشا؟ انت واثق من الكلام ده فعلا؟ صوت ضحك بيملى المكان بشكل هستوري جدا. الصوت الضحكه بيسمع الكل وبيقول انا خسرت دلوقتي لكني مستمتع بوقتي. شعاع رهيب بيضرب في المكان كله. هلا جامده جدا بتعم المكان كله. مومونوسكي عمال يبص لفوق عند مكان لوفي. ياماتو هي كمان بتستشعر هلا جامده جدا جايه من على السطح وعماله تبص لفوق. سيدي اصحى بسرعه. سانجي بيقوم مخضوض وبيصحى من احلى نومه من شده الهاله وعمال برضه يبص لفوق. كيد هو كمان عمال يبص على السطح وبيقول ان هو ما حسش بهاله زي دي قبل كده. لو الساموراي هم كمان عمالين يبصوا يمه السطح. شعاع الهاله عمال يضرب في المكان كله. ماركو هو كمان عمال يبص اتجاه السطح ومش فاهم فيه ايه. نامي عماله تعيط وتقول الحمد لله انه لسه بخير. بوبوم، لوفي بيتحول لتطور نيكا. لوفي بيتحول للجيرو 5. لوفي بيتحول لاله الشمس. طيب شباب، عاوز اقول ان شاء الله هعمل الفيديو الجاي باسرع وقت. انا بصراحه كنت عاوز اطول الفيديو ده لكن ما حبيتش بصراحه اني اطول عليكم. والمهم والامر المهم كمان اللي عاوز اقوله ان بقالي اكتر من شهر ونص واقف من ال 40,000 ل 50,000 مشترك، يعني ال 10,000 دولار اكتر من شهر ونص ما حققهمش. واليوتيوب بيقول لي كمان ان اكتر المشاهدين على القناه ما بيكونوش مشتركين، فمعلش اعمل اشتراك ولايك وفعل اشعارات اليوتيوب عشان يوصلك كل جديد. وانت مشترك لو مش عاوز برضو تتفرج على الحلقه هتقدر ان انت ما تدخلش عليها، وهيبقى امر بسيط، بس اعمل اشتراك بحيث ان لو حلقه عجبتك او ان انت بتبقى مستني الحلقه الجايه تقدر ان انت تشاهدها معانا. فمعلش عاوزين نوصل اكتر من 50,000 مشترك عشان نقدر نكمل في السلسله دي. والله انا بعمل على قد مجهودي، فبرضو محدش يزعل مني او من اي طريقه اتكلمت بيها قبل كده، واسف ليكم مره تانية وشكرا.